بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. أولا وحشتوني، وأرجو أن احنا نكون وحشناكم، ولكن النهاردة هتستحملوني لوحدي لأن زميلي العزيز إبراهيم المنيسي في المونديال في روسيا. هنحاول نجيبه ويدلنا يعني الصورة الحقيقية، لأن في كلام كتير جدا يتردد حول بعثتنا وحول الانضباط وحول الـ يعني كلنا تابعنا ما يقال، وعادة كل نتيجة سلبية بيطلع وراها مجموعة من الاعتراضات، و يعني زي بنعلق الفشل دايما على ان في سلبيات كتيرة جدا وقد تكون موجودة يعني. لكن في كل الأحوال هحاول ان انا معاكم في هذه الحلقة نلم الأجواء الحقيقية للمونديال. هقول لكم رأيي طبعا في أداء فريقنا، هقول لكم رأيي في التداعيات، هقول لكم رأيي في أحداث كتيرة جدا حصلت خلال الفترة الماضية اللي يعني لم نلتقي خلال رمضان فيها، أحداث كتيرة جدا سواء على الساحة الكروية أو على ساحة النادي الأهلي تحديدا. في جهاز جديد فني وإداري، يعني كان هناك الكثير من الجهد والمعاناة لحد ما توصلنا الحمد لله إلى جهاز نثق أنه بإذن الله سيفي باحتياجاتنا ويلبي طموحات جماهيرنا. أيضا في كثير من الكلام، مين اللعيبه اللي ماشيه ومين اللعيبه اللي قاعده ومين يعني دائما مع فترات الانتقالات هناك كلام يعني جزء كبير منه ما بيبقاش حقيقي. ايضا حدث مهم جدا، وزير شباب جديد تولى الدكتور اشرف صبحي حقيبه وزاره الشباب والرياضه. الدكتور اشرف يعني صديق اتعرفت عليه من خلال كنا احنا الاثنين طالعين في مهمة تدريبية في انجلترا، مع يعني دراسة دولية عملها الاتحاد الانجليزي بالتنسيق مع المان يونايتد في حضور 55 دولة. التقيته هناك وتعرفت عليه شخصية، سيبك من انه هو طبعا راجل مهذب وراجل محترم جدا جدا، ولكن ايضا رجل يعتمد على العلم، وهو رجل أيضا نقي من جوه. وبعدين تزاملت معاه كمان في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالتعيين في مع الكابتن عصام عبد المنعم، وكنت أنا ودكتور أشرف، وأعتقد أن احنا يعني نشهد كل من الآخر بأنه كان نموذج في محاولة أنه يشيل انتماءاته ويعمل لصالح العام. هو يشهد بهذا أعتقد، وأنا بشهد أيضا بهذا. متوسم كل الخير في تواجد دكتور أشرف صبحي، ولكن أطالبه فقط بلاش سياسة سيبها تحل نفسها. مش هتحل نفسها عمرها، وإذا حلت نفسها بتحل على تقيح، يعني الجرح يلم لكن سبب الألم موجود. فلابد من المواجهة، لابد من ان هو يحط ايده في عش الضبابير شوية، وهو قادر على هذا وبإذن الله حاجات كتير. يعني انا هذكر له موقف، هو كان يعني نائب وزير الشباب، وبعدين رحت له المكتب اكتر من مرة في كذا قضية، فحسيت ان هو مش مرتاح. قال لي انا مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ومقتنع بس انا عارف ان مش هنوصل لحاجه. ما فيش شهرين لقيته قدم استقالته. مش اذا هو من الصنف الذي اذا لم يستطع ان يؤدي قناعاته بيبعد، وده نوع محترم جدا من المسؤولين. مش عايزينه يبعد، عايزينه هو بقى جه في مركز اتخاذ القرار، يعني مش هيستنى حد يوافقه على شيء. هو القناعات اللي كانت عنده أرجو أنه هو يتعامل معها، وأنه هو
يعني يضع الحلول الكثيرة اللي ننتظرها في الوسط الرياضي. أيضا بدايته أنه يزور الأندية الشعبية، ثم تعليقه يبدأ بالنادي الأهلي، ثم تعليقه على أنه يجب أن احنا ندعم هذه الأندية. هذا تصريح شديد شديد الأهمية في هذا التوقيت بالذات اللي تشهد الكرة المصرية تجربة جديدة في بيع نادي في الدوري الممتاز إلى القطاع الخاص بقدرات مالية ضخمة. يبقى الأندية الشعبية تنتظر المساندة حتى تستطيع أن تؤدي دورها، لأن الأندية دي هي جمهور مصر. يعني بتقول أهلي، زمالك، مصري، اتحاد، إسماعيلي، الأندية الشعبية دي يا جماعة مجمل مشجعينها هم جمهور الكرة المصرية. تواجد هذه الأندية على الساحة تواجد قوي، تواجد صحي، تواجد مهم جدا جدا كي تحيا الكرة المصرية بمصريتها. انتظر منه الكثير، ولكن مش هنستعجله. خليه يلف، خليه يشوف، خليه يقرا، خليه يبحث، ولكن دون ان تطول مده الدراسه، ثم يبدا في وضع الحلول ووسائل الدعم المباشر وغير المباشر. المباشر انك تديني فلوس عشان ابني حمام سباحه، عشان اطور مبنى، عشان، وده الحقيقه مش الدور الكبير بتاع الدولة دلوقتي. ما يجبش أن يكون هو ده دور الدولة الكبير فقط، لازم يكون موجود بس بإلى حد، ولكن اديني شبكة أنا أصطاد بقى، اديني الحقوق اللي أستطيع أن أسوقها، دافع عن حقوق الأندية، وسع لها مجال الاستثمار واللجوء إلى الحلول الغير تقليدية في التمويل الذاتي. كل ده ننتظره من الدكتور أشرف صبحي، و إذا كنا نقدر نتواصل معنا، عارف إن هو كان على خط القناة النهاردة مع في جولة في بورسعيد والإسماعيلية، ولكن إذا كان في يعني يتواصل معنا هبقى سعيد جدا إن احنا نتحاور معاه ونعرف إيه اللي قدر يعني يشوفه، إيه تقريبا الملامح العريضة لتوجهاته في الفترة المقبلة. كمان في كثير من الشائعات كانت في الفترة اللي فاتت دي، خاصة بعض الذي يخص النادي الأهلي. أحمد الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، مش هيتأيد أفريقيا ومعروض للبيع. طبعا أنا لازم أهتم، ومين أقدر أجيب منه الخبر اليقين غير الجهاز الفني والإداري؟ اتصلت بالكابتن محمد يوسف. ايه الحكايه يا كابتن محمد؟ ضحك الراجل، قال لي كابتن عدلي، هي فين القائمه الافريقيه؟ فين دلوقتي؟ مين اللي قال ان احنا يعني فتحنا هذا الموضوع ولا هذا الموضوع وارد؟ واكد لي على ان احمد الشيخ لاعب مهم جدا، وانه لازم ياخد الفرص اللي تسمح ان يستفيد منه النادي الاهلي، وتسمح لهذه الموهبه ان تتالق. لحد النهارده في كلام ان في عروض اماراتيه، وان هو بعد ان الجهاز الفني مش عارف ايه، وبعدين يكتبوا لك في النص تالق احمد الشيخ في معسكر الاسكندريه. كلام ما تعرفش تصدق اوله ولا نصه ولا اخره، ولكن نصدق المسؤول عن الفريق ان ما فيش كلام حتى الان في هذا الموضوع خالص. ايضا رجع الكابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل سافر إلى روسيا، وقامت الدنيا ما عادتش للناس اللي قاعدة مصحصحة وعايزة بس تمسك مسكات على أي حد في النادي الأهلي. طب الكابتن محمد فضل قبل ما يبقى مسؤول عن إدارة التعاقدات كان مرتبطا بعقود بتخص هذه المهمة، فمؤكد انه قال انا تحت امركم بس ما اقدرش اتنصل من هذه المسؤوليه. والحقيقه يعني انه هو الراجل اشهد انه كان خلال الفتره السابقه لسفره حوالي اسبوع كان زي المكوك دينامو، وكان له دور كبير جدا في موضوع المدير الفني.
والاتصالات وكثير من اللاعبين. انا بقول لكم الكلام ده لان انا موجود في تفاصيله معاه. من ضمن برضو الكلام معلش بقى كابتن عادلي هارلاك وكابتن فضلي وانت يعني مش عارف ايه يعني واحد يقول لك ده يعني ادوله يعني لقب مستشار كده. انا قرار تعييني ليس مديرا لاداره التعاقدات لان ببساطه شديده جدا ليس بعد كل هذا المشوار الطويل حاجه اشتغل في هذا الجزء فقط. اداره التعاقدات كانت جزء من المهمه التي اتولاها، اداره التسويق والاستثمار كان جزء منها التعاقدات. فانا من اليوم الاول وهذا يعني طلب الكابتن خطيب مني لما قال لي سيبك من المتحدث الرسمي انا عايزك في الحته دي عشان يا عادلي عايزين نعمل اداره قويه ونجيب لها ناس يلحقوا يعني يتدربوا يلحقوا يشربوا روح النادي الاهلي ويبقى في هيكله لهذه الاداره اداره التعاقدات. واتعملت الهيكله واتناقشت في لجنه الكوره في وجود الكابتن حسام غالي وفي وجود الكابتن محمد فضل وفي وجود اعضاء اللجنه، واعتقد ان كان هناك اتفاق ان الاداره يعني هتشهد هذا التطور. وكان في دماغنا شخصيه هندعم بيها ايضا هذه الاداره، ولكن هذه الشخصيه خدت طريق احترافي نرجو له التوفيق فيه. كان هيبقى جزء من الاداره ايضا الاستاذ هيثم عرابي، كان من المقرر ان يكون موجود في هذه المجموعه، وكان معمول تصور معين للاستفاده من كل الخبرات ازاي ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه. انا فجاه ولكن الكابتن هيثم الاستاذ هيثم كان قد اطلق مشروعه الخاص بانشاء اكاديميه تحمل اسمه، نرجو له كل التوفيق باذن الله في هذا الامر. ولكن انا بقول ليه الكلام ده؟ لان كلام كتير اتقال. انا بالنسبه لي من اليوم الاول مستشار المجلس للتسويق والتعاقدات، اللي بيطلب مني بعمله. وانا ارحب دايما، وكان الكابتن محمد فضل احد اختياراتي يعني مش سر بقى، كنت انا عايز الكابتن فضل وكنت عايز الكابتن خالد بيبو وكنت عايز هيثم وكنت، ولكن كابتن خالد راح في حته يستطيع ان يؤدي فيها بشكل افضل. كابتن فضل جه معانا، قلت لكم دور الكابتن هيثم عرابي. كل الناس دي بقى في اي وقت هتعوزها هي بتاعت النادي الاهلي وموجوده في النادي الاهلي، فما فيش مشاكل. انا بس بقول ايه عشان نقفل صفحات قعدت تتفتح طول الوقت اللي فات، واحنا في الاخر لينا ادوار ستنتهي قامت لغيرك مصلت لك، وبحكم الزمن وبحكم التطور لما تجد بقى الشخصيات اللي تثق انها تقدر تشيل، والله هذا فضل من ربنا. يعني ان احنا كابتن محمد فضل في ظروفه الشخصيه المؤلمه التي لا يتحملها يعني اغلب البشر، ولكن كان تحت امر النادي بعد يومين اتنين وكان يؤدي وكان متواجد بشكل منتظم من الصبح بالليل لحد ما اطمن على الامور اللي هو مكلف بيها. كابتن سمح له انه يروح يخلص التزامه، وبعد كده الكابتن فضل موجود عشان عنده افكار وعنده تصورات وعنده رؤيه. ارجو ان ربنا يوفقه ويعمل كل اللي هو بيتمناه في هذه الإدارة. نيجي للموضوع بتاع بيع الأسيوطي. بيع الأسيوطي عمل رجة، طبعا عمل رجة، لأن أصبح يعني كده في مسألة الاحتراف أنك أنت تستثمر في الرياضة لا تقدر تكسب. لما تعمل حاجة كويسة، حاجة محمود الأسيوطي عمل الأسيوطي طلع بيه دوري ممتاز، وبعدين نزل وبعدين طلع تاني، طلع بشكل جيد، وصل فاينل كاس مصر، ترتيبه متقدم في الدوري بالنسبة لعمره. إذا استطاع أن يلفت النظر وإنه يعمل صفقة هو يعني صفقة هائلة بالنسبة له، ولكن أيضا
هي صفقة قوية، تمويلها موجود، لكن هل معنى هذا ان بالتأكيد لازم هتكوش على البطولات؟ ده دور الأندية بقى، دور الأندية الواثقة من نفسها ازاي انها تواجه وازاي انها تشتغل وان ازاي تجتهد وازاي اللعيبة. انما التنافس ده هيعمل حراك، لكن عيبه حاجة واحدة بس، انه هيخلي السوق تشد قوي. بالنسبة لحاجة حصلت في المونديال، كابتن عصام عبد الفتاح نائب رئيس البعثة، هو ده اتعين نائب رئيس البعثة وهو عضو اتحاد الكورة في قبل السفر ب 48 ساعة بعد الواقعة بتاعت الكابتن مجدي عبد الغني والمشكلة اللي حصلت. قبل ماتش روسيا كان له تعليق يحذر من عدم حيدة التحكيم في هذه البطولة، خاصة في مجموعة روسيا. في تخوف واضح من ان التحكيم قد يجامل صاحب الارض وصاحب البطولة او مستضيف البطولة. والله هو له حق في تخوفه ومن حقه، لكني انا عايز اتوقف هنا لانه كان له بهذه الصفة، انا عضو اتحاد الكرة والمسؤول عن التحكيم في مصر، كان دائما عندما نتخوف من التحكيم يصور جدا ويقول لك يعني ايه الكلام ده، التحكيم له قدسيته واخطاء التحكيم وارده في كل حته. ولكن لما اتحط بقى، كلنا اتحطينا في كراسي بعض، اتحط في مركز المسؤول او الناقد او او الذي قد يتعرض للضرر من اخطاء التحكيم، اتصرف زي اي واحد عادي وقال لك احذر من التحكيم قبل وبعد ماتش روسيا. كان له تصريحات في هذا الشأن. فده معناه ايه؟ لا، مفيش قدسيه الحاجة غير في 90 دقيقه، في 90 دقيقه الحكم، لكن بعد كده اداؤه تحت امر الناس بس بدون تجاوز، اداؤه يتحلل. احنا وصلنا ان في روسيا قرارات اتخذت واتلغت بالفيديو، ما استفدناش حتى من دي. لينا ضربه جزاء الكل يجمع واولهم الكابتن عصام عبد الفتاح على صحتها. مش عارف هو احنا ما لجناش للفيديو ساعتها، هو ليه يعني القصه دي مش فاهمها ولم نجد لها تفسير. وان كنت سمعت ان مصر هتقدم يعني احتجاج لا طائل من ورائه والاحتكام للفيديو، بس اثبات حق يعني. دي مجموعه من النقاط كنت عايز اعلق عليها، لكن كمان عايز اعلق على حاجه مهمه جدا. هو المعسكر لما خسرنا، احنا ابتدينا بدايه يعني معقوله، اورجواي خسرنا في الدقيقه 90 محجوز في الخط والمدافع المصري في ظهره، ما لوش حته يروح فيها، يا هو يزق يا يجري على الخط ولاعبنا معاه، ما كانش هيحصل حاجه. لكن عدم خبره ايه؟ ده اكبر لاعب في المنتخب هو اللي ارتكب هذا الخطا الذي لا مبرر له، مد رجله بدون مناسبه عشان يزق الكوره، طب ما تسيبه هو يزقها، ما علينا، هو قدرنا، لان الكوره دي لما جت فاول في الحته دي انا قلت الجون اهو. ليه؟ هذه هي الكرة النموذجية التي نصاب منها بأهداف، الكرة العرضية اللي بره خط الكورنر بشوية واللي بتتلف عشان الأعلى والأقوى يستطيع أن يحصل عليها. وكنا في حالة إنهاك بدني، اللعيب اللي نط لوحده خالص، ما حدش راح له إلا بعد ما قفز وهو. لكن قلنا فريقنا والله ما قصر، فريقنا عمل مباراة طيبة وأشدنا، لأن كنا الحقيقة وصلنا لجون أكتر من مرة وعملنا أداء كويس قوي. قبل ماتش روسيا أنا كنت متخوف. ليه؟ دائما الكرة المصرية تعاني أمام القوة وليس أمام المهارة. نستطيع أن نلاعب فرق أكثر منا مهارة، ولكننا حيص بيص
مع الفرق اللي أكثر مننا قوة سواء في أفريقيا أو في العالم كله. الفرق التي تتسم بالقوة والسرعة لا بنتعب معاها جدا، وده بيدل على شيء ان احنا بدنيا ما احناش بالقوة الواجبة، لا في الطول ولا في القوة، مش في اللياقة البدنية. هنا مش معدلات جري بقى، هنا قدرة على القفز، قدرة على العد، وقدرة على الالتحام. التلاتة دول مع الأقوية بيبقى احنا ليسين، لان عشان المهارة تبان الاول لازم امسك الكورة. طب همسكها ازاي وفي اقوى مني بيستطيع ان يحصل عليها؟ فانا كنت قلقان جدا من ماتش روسيا، لكن الشوط الاول طمعني شويه، قلت يمكن تعدي وتستر ونخرج 0-0، لان احنا لو معانا بونت سواء من اورجواي او روسيا كان ماتش السعوديه هيبقى حاسم جدا، ممكن كان يوصلنا. طيب خلص الماتش، نبتدي بقى في كمان مؤشرات كانت مخليه الناس متشائمه جدا. هو احنا ايه؟ هو احنا ما بنتعلمش ليه؟ هو احنا نكرر الاخطاء ببراعه وكانها جزء من ثقافتنا؟ هي على فكره هي جزء من ثقافتنا من ايام العبارة الزهراء. فاكرين ماتش تونس المؤهل لكاس العالم 78 كنا كسبنا 3-2 في القاهره بالجون الساحر بتاع الكابتن الخطيب، وتونس كان عندها فريق ذهبي وقتها، طارق دياب والامام وفرقه ذهبيه. يوم ايه بقى؟ خلاص احنا نروح بقى نتعادل ونوصل كاس العالم. كلام جميل، بس احنا هنتعادل ازاي؟ الله، هو مجلس الشعب مش لازم يبان في الصوره؟ يبقى في ناس من مجلس الشعب مسافره على العبارة الزهراء اللي رايحه تودينا تونس. الفنانين كانوا موجودين، مجلس الشعب كان نفس القصه، لدرجة ان اتحاد الكرة في سابقة لم تحدث واعتقد انها مش هنشوفها تاني في اي حتة في العالم، عشان يضمن قوي ان الشعب المصري كله يكون معاه، فقال لك المنتخب مكون من الاهلي والزمالك، يبقى نجيب هيدوكوتي ونينكوفيتش، اعتقد كان اسمه نينكوفيتش مدرب نادي الزمالك. صور الاثنين يبقوا مسؤولين عن الفرقة في تونس، فالنتيجة تبقى ايه يا شباب؟ 4-1. ايوه، نخسر 4-1، لان احنا كنا طالعين طلع احتفالية مهرجانية. تعود الايام، مباراة فاصلة في ام درمان، اهلا بالفنانين، اهلا بالادباء، اهلا بالشخصيات العامة ورجال الاعمال، اهلا بمجلس الشعب، اهلا بكبار رجال الدولة، وتحدث المأساة اللي كلنا عارفينها في ماتش الجزائر في الخرطوم. ثم فضلنا بقى ايه؟ كسبانين كل ماتشاتنا مع برادلي، لحد ما وصلنا على الماتشين بتوع غانا. نتعلم اللي فات؟ لا، ازاي؟ نفس القصة، وزارة الشباب، الفنانين، الأدباء، الهيصة اللي في اللوكندات، الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، نشيل الستة ونرجع ونكسب هنا 2-1. يعني مش ممكن، مش ممكن يا جماعة ان احنا نكرر الاخطاء باقتدار واصرار زي اللي بنعمله. نيجي لروسيا بقى، عدينا ماتش اورجواي ازاي؟ ماتش روسيا هو، وخصوصا ان احنا اهلنا الناس كلها ان روسيا دي يعني والله يعني لولا الملامه كنا قلنا عليها حصلت المجموعه قبل لدرجه في مجله المانيا انساقت، الظاهر كانت بتقرا الاعلام بتاعنا وقالت روسيا لن تتاهل. ما هو روسيا لن تتاهل يبقى اورجواي ومعاها يا مصر يا السعوديه، وتضطر دير شبيجل الالمانيه تعتذر للفريق الروسي لانه اصبح اول فريق يتاهل بست نقاط من فوزين، جاب 8 اهداف ودخل في جول عليا دي. فلا، يروح بقى الفنانين اهلا وسهلا، اللي ما عرفش بيستفيدوا ايه؟ بيحبوا الكوره؟ لا، دول مش بتوع كوره، جزء كبير منهم مش بتاع كوره. طب بيحبوا ايه؟ الشهره يا اخوانا، ما انتم مشهورين، ولا الكوره بقت طريقه سهله للوصول الى الشعب اكتر يعني.
نروح نتفسح ونتصور لنا صورتين وبتاع. وراحوا كابسين على الفندق، وحته الفندق دي هتكلم فيها شويه. وبعدين كلام كتير بقى على ان الفندق كان عامل زي سوق عكاظ والفوضى تضرب. وبعدين 70 واحد ولا 100 واحد من مجلس الشعب في وقت الحقيقه لا يتحمل مثل هذا البذخ خالص، وخصوصا من اعضاء مجلس الشعب خالص. الناس بنقول لها يلا شدوا الحزام شويه، خلينا، طب ما تشدوا كلنا، ما تيجي كلنا نشد الحزام، ما تيجي كلنا نشد الحزام ونتقشط، ودي تبقى الهديه او ده المثال اللي المسؤول يديه للناس عشان تستحمل معاه. ما عملناش كده. رجال اعمال، ممثلين، ساسه، يعني كل اطياف المجتمع اللي بتحب تحضر هذه المناسبات، مش عشان الكوره طبعا، كانت موجوده. ما اعرفش ليه تملي، هم حاسين هيكسبوا ويرجعوا يقولوا ان احنا يعني ايه انا مسافر ادعم المنتخب؟ يعني ايه انا كفنان او انا كمسؤول ادعمه ازاي يعني؟ احسن دعم للمنتخب ان احنا نحسسه بالتركيز والخطر، مش بالاحتفاليه والمهرجانيه. اللي عايز يدعم فريقه صحيح يخوفه، مش يخوفه يضيع منه الثقه، لكن يحسسه انه داخل، انه مش رايح فسحه. لا، هو احنا ما كناش في فسحه. وان كان مساله اللي حصل هناك في كلام كتير ان الفريق كان بمعزل عن كل هذه اللفتات المهرجانيه، لكن مؤكد هو اعلاميا وصل له الاحتفاليه اللي بره، وصل له احساس ان الناس واخداها كتر خيركم، احنا جايين نحتفل بقى، مش وصلتوا كاس العالم، ما احناش عايزين اكتر من كده. بس الشعب كله كان عايز اكتر من كده، واحنا حطيناه في سقف توقعات ان لما كسبناش ورحنا الدور الثاني يبقى في كارثه او في قصور. انا شايف ان اداء المنتخب في الماتشين عمل اللي عليه، ما يقدرش يعمل اكتر من كده. حطينا جون في نفسنا ولينا ضربه جزاء كانت تطلعنا 2-2 لو الخطأين دول ما حصلوش. لكن هو يعني اذا سميناها خيبه، يعني هي دي خيبتنا لوحدينا؟ لا، ده في حد تاني خيبته بجلاجل. الارجنتين يا جماعه، الارجنتين اللي بقالها من يوم ما ظهر ميسي اللي انا بعشقه، وكنت هتهور واقول ده احسن لعيب في التاريخ، الا انه فشلوا مع منتخبه ما فيش زيه، ملوش مثيل. لا يمكن منتخب الارجنتين يكون اضعف من البرتغال، ولكن رونالدو عامل فرق جبار. اللي انا ما كنتش بحبه، ولكن لازم ابصم له بالعشرة، انت الافضل على الساحة يا رونالدو، انت الذي تحدث الفارق. رونالدو يستطيع ان ياخذ بيد فريقه الى الفوز، منصات التتويج، سواء ريال مدريد، لو تخيلنا ريال مدريد من غير رونالدو تفرق كتير، البرتغال من غير رونالدو تفرق كتير، لكن اللاعب الذي يحدث الفارق هو الذي يقفز وكأنه يطير ويسدد كأنه يطلق الصواريخ، ويستطيع أن يكون في الموعد والمكان المناسب عشان يحرز الأهداف. آسف يا ميسي، يعني هسحب كل ثقتي فيك لأنك خيبت أملي وخيبت أمل الأرجنتين، مؤكد يعني. إلا إذا كان فريق الأرجنتين ده هو كده، هي القماشة دي كده، يتعادل مع أيسلندا وبعدين النهارده مغلوب 2-0 لحد دلوقتي. كمان اداء البرازيل باهت جدا، مفيش فريق استطاع ان يحصد نتائج كبيره غير روسيا. تصوروا بقى اللي كل الناس كانت بتتهجم عليها، جايبه 5-3 في ماتشين ودخل فيها جون، ومفيش يعني بفاعليه الحقيقه. انا يعني حبيت بس اقول ملاحظاتي على المونديال، وعايز اقول حاجه تاني. هو انا زعلان من اداء المنتخب؟ لا. هو انا لازم اروح اكسب عشان ابقى يا ناجح يا فاشل؟ هبقى ناجح لو عديت، ومش هبقى فاشل قوي، لان بأمارة ايه يا جماعه
ان احنا يعني لازم نتأهل لدور تاني. احنا بنجيب الثقة دي منين؟ بنجيب منين ان احنا لازم نكسب اورجواي او نكسب الارجنتين او روسيا او نتعادل مع الاثنين وبعدين نكسب ماتش السعودية؟ يعني ايه المعايير اللي بنحطها لنفسنا؟ هل احنا الاسرع؟ هل احنا الامهر؟ هل احنا الاقوى؟ هل احنا الاكثر تنظيما؟ هل احنا يعني الاسبق تصنيفا؟ ولكن دايما نقول ان احنا رايحين نتاهل. اللي حصل لنا لحد دلوقتي طبيعي. اذا استطاع المنتخب المصري في المباراه القادمه ان يفوز سيحقق ما لم يحققه اي منتخب سابق. لم نحقق فوز في المرتين اللي رحنا فيهم في كاس العالم، لا 24 ولا 90. احرزنا 3 اهداف، 2 لعبد الرحمن فوزي وجون الكابتن مجدي من ضربه جزاء. عادلنا ضربه الجزاء دلوقتي. هل يستطيع المنتخب المصري ان هو يحقق فوز؟ اذا حقق هذا الفوز تبقى مهمه جدا، لسبب هيكسر رقم، هيعمل رقم بيقول استطاع الفريق المصري يعني يحقق لاول مره فوزا في كاس العالم. 2 هيكون عدى بقى الاهداف اللي جت على الاقل، يا بهدف يا ب2، الله اعلم. اذا المباراه القادمه اللي الناس كلها راميه طوبتها عماله تقول ما يدي فلان مجامله ويجرب مين اللي ما لعبش، اخطر ما يمكن نتعرض له ان احنا نفكر بالطريقه دي. يا جماعه احنا مشوار المونديال كله يقيمه مباراه السعوديه، دي المباراه اللي نحاسب عليها، الاثنين التانيين ادائنا فيها معقول. المباراه دي هي اللي هنحاسب عليها كرويا امام انفسنا وامام العالم كله، العالم ينظر على بطل اسيا وبطل افريقيا. هي دي هو ده، لو كسبته يبقى انت عملت اللي عليك قوي. فبلاش نغمة التعويض والمشاركة والمجاملة الكلام ده. لو الحاضر يستحق يقف، لو ما يستحقش ما يقفش، كده مفيش فصال. يستحق يقف في المرمى. احنا مش رايحين نحقق ارقام قياسية في حتة تانية غير الملعب وغير الاداء. ده موضوع غريب جدا ان يتخذ منتخب مصر كوسيلة تكريم البعض. لا، عصام الحضري مدرب حارس مرمى فاز يكرمه أداؤه يستحق أن يمثل المنتخب يلعب، ما أو يكمل الشناوي، أو يعني عايز أقول أي حارس مرمى يختاره إكرام الشناوي يبقى لأنه جدير بأنه هو يلعب، مش لأن هذه المباراة اللي فيها تقارب في المستوى. انما الناس اللي بعيد عننا لو عملنا معاها نتيجة جيدة او اتعادلنا او كسبنا ده اللي كان هيبقى الايه التفوق بقى. ما حصلش، يبقى عندنا ماتش هو ده اللي هيقيم بيه المنتخب المصري صدقوني في النهاية. اتمنى للمنتخب ان يفوز وهو يملك عناصر الفوز. وسيبكم بقى من نغمة اصل صلاح مثلا يقول لك صلاح صار وهاجى وماجى وقال، لا صلاح مستحيل يعمل كده. واللي بقى فعلا ده منتخب صلاح، هذا ليس من حقه لكنه لم يفعل. وهنعرف النهارده اذا كان فعل او لم يفعل، او امتعض او لم يمتعض، صرح او لم يصرح، من خلال ضيوفنا اللي هنستضيفهم. انا يعني حبيت بس المس في مجموعه من الامور قبل ما نستضيف 2 من الاعزاء. بعد ما اقرا شويه اخبار كده، النادي الاهلي مش ناسي برضه مسؤولياته. مجلس الاداره ماشي في كذا محور، الانشاءات الداخليه في الافرع الثلاث واعداد البدايه في الفرع الرابع يسير طبق الخطه الموضوعه والتوقيت الموضوع. وفعلا في مدينه نصر والشيخ زايد والاهلي هناك اعمال تمت وبتتم وجاري الانتهاء منها باذن الله قريبا، والناس هتشوف التطوير اللي حصل. هنصور لكم دي الاسبوع الجاي ونوريكم ما توصلنا اليه. طب كويس، عندنا بعض الصور بتورينا احنا دي بوابه النادي الاهلي في الجزيره.
طب وانتم مصورين البوابه؟ لان عايز اشوف الحتت اللي فيها شغل يا جماعه. يعني دي احنا ابتدينا يعني نكسر ونعمل ونسفل ونبلط الرصيف يعني دي لا دي الصوره دي من زمان. ما علينا، خلينا بقى ان كان في حاجات ملموسه في الانشاءات نشوفها، انما في بدايه في بدايه. احنا ابتدينا اهو في الجزيره هنا في الجزيره. ده صاله الكاراتيه يا جماعه ولا مكان صاله الكاراتيه؟ كل دي بدايه للاعمال اللي هتتعمل. وايضا هيشهد الاستاد التتش نفسه هيشهد تطوير جامد جدا، وابتدى بعض العمل فيه. هنا الشيخ زايد، عندنا ايه في الشيخ زايد؟ هنبص دلوقتي نشوف ماذا يحدث في الشيخ زايد. انتوا ليه معتبرينه فيلم تسجيلي؟ ما تركزوا لنا على على العمل يا اخوانا. يعني احنا كنا قلنا لكم تفاصيل كتيرة عن التطوير الذي هيحدث في كل فرع من الفروع، ولكن طبعا بإذن الله هنجيب لكم التطوير، صور التطوير بقى ونركز عليها، ويكون معانا المهندس سامح يشرح لنا ايه اللي بيحصل. ولكن هذه لقطات بتورينا الأنشطة داخل النادي في الشيخ زايد. ايوه انت صورت لنا ايه؟ ما صورتوش الشغل، صورتوا النادي. هنا في اعمال اهي في الحته دي. دي فين دي؟ هنا في مدينه نصر، ومدينه نصر يمكن يبان فيها الشغل لان ابتدت بدري شويه عن الجزيره وعن الشيخ زايد. دي المنطقه بتاعت المكتبه اللي هيتطور فيها حمام السباحه، واللي هيتطور الاسوار، وهتتعمل بانوهات عشان الدعايه والاعلان. ودي بصوره بتوضح بدايه الاعمال، وواضح ان في قطعنا مرحله ملحوظه في هذا الامر. يعني الصور دي مهمه عشان نتذكر ان احنا ابتدينا في مثل هذا التوقيت، والنادي كان عامل كده عشان نشوفه بعد التطوير هيصل الى ايه، ونقدر نحاسب المجلس ونقول لهم نفذتوا ايه من الخطه اللي انتوا قلتوها خلال البرنامج الانتخابي. طيب نرجع بقى لموضوع مهم جدا برضو، اللي برضو هقول للمجلس الإدارة أنا مستني هذا الأمر، لأنه كان شغلي الشاغل قبل الانتخابات. اللائحة الداخلية أو النظام الأساسي للنادي الأهلي، اللي الأهلي بيسعى إلى الانتهاء من المشروع بتاعه ثم يعرض على الجمعية العمومية الاعتماد، والذي أرجو قبل طرحه أن يطرح للحوار المجتمعي. المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة اللي هو مكلف بهذا المشروع، ومعاه مجموعة من القانونيين، المستشار حمي عبد الرازي قدامنا، والمستشار محمد فتحي ممثل الشؤون القانونية، وأيضا موجود العمري فاروق ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة، مع احترامنا الجميع والألقاب، والدكتور سعد شلبي عشان برضو الجزء الخاص بالاستثمار والتسويق اللي هيكون في هذا النظام، وموجود الأستاذ إبراهيم كفراوي أهو. ويعني أتمنى أن يعني نشوف المسودة ونطرحها، لأن ده اللي عملناه قبل كده، فعايزين أيضا نستمر عشان ما تتعملش حاجة تكون محل انتقاد. ده الاجتماع ده كان يعني اعتقد امبارح، يعني النهارده الظهر.
من ضمن الكلام اللي بقول لك، الاهلي يتلقى عرضا اماراتيا لبيع احمد الشيخ، وبعدين ينتهي الخبر وتالق احمد الشيخ بخميس الاتفاق السعودي خلال فتره اعارته، كما ظهر اللاعب بشكل طيب في معسكر الفريق المقام حاليا، وكانه يجيب على الكلام. الموضوع ده بقى يعني اتحاد الكره يطالب الانديه بعدم المشاركه في البطوله الافريقيه. انا هخليه اخر خبر لان هنحتاج مداخله من الاستاذ عامر حسين على ما جهزها لنا. برزنتيشن بترد على شائعه توافد وفد كبير من الفنانين في فندق اللاعبين قبل مباراه روسيا، فبتؤكد ان الوفد لم يتجاوز 10 فنانين وما كانوش موجودين في الجزء الخاص في فندق اللاعبين. ايضا الكلام ده على فكره انا سمعته من كذا حد، ومعانا الضيف اللي هيحط لنا النقاط على الحروف الحقيقه، لسه راجع طازه امبارح بالليل او النهارده الفجر من روسيا، وهو اعلامي مهم له اكثر من صفه، عضو مجلس الشعب، وكان في روسيا، هنناقشه في كثير من الامور. ايضا الكلام اللي انا قلت عليه، كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا المحمدي وعصام، يعني هذه ليست الطريقة التي نعالج بها الأمور. إذا كان الخطة تستدعي وجودهم ييجوا، لكن أمنحهم الفرصة لشرف المشاركة ليس على حساب التحدي الأكبر إن احنا نحقق فوز يبقى في سجل اللاعبين وفي سجل الجهاز الفني، ويرجع اتحاد الكورة إلى حد ما يعني قد استرد كثير من يعني يقدر يقول انا ما عملت اللي معايا، ما فيش غيري عمل. وقلت لكم شبيجل الالمانيه بتعتذر لروسيا لانها كانت مقدراه، يعني زي ما احنا كنا مقدرينه كده، مش هيعمل حاجه، ولكنه كان اول الايه المتاهلين. طيب عايزين بقى نناقش الموضوع المهم جدا والخطير جدا جدا جدا. اتحاد الكره يطالب النادي الاهلي والزمالك ما تشركوش في البطولات الإفريقية أو اختاروا بينها وبين الدوري. ليه؟ لأن الاتحاد الإفريقي يعني هتخلص البطولة دي بعديها بشهر، شهر على طول، هيدخلنا في البطولة التانية اللي لازم تخلص قبل الصيف الجاي علشان يبتدي يصلح الأجندة الدولية بتاعة الاتحاد الإفريقي مع الأجندة الدولية بتاعت أوروبا اللي احنا ماشيين عليها، وده كان مطلبنا كلنا. يعني كل التداخلات وعدم الراحة والارتباكات والإصابات واللعبة وتواصل المواسم كان بسبب تداخل المسابقات الإفريقية في الأجندة الأوروبية. النهاردة هم عايزين يظبطوا نفسهم في نفس التوقيتات، ففي موسم كده لازم يبقى فيه تضحية، اللي هو الموسم اللي احنا فيه ده أو اللي جاي على طول. عدد الماتشات كما سمعت من الاستاذ عامر حسين في مداخله بالامس، ارجو انه يكون موجود معايا برضو عشان يعيد على مسامعكم الكلام، قال هيبقى عداء بعدد ماتشات، عدد الماتشات الافريقيه هيبقى ضخم جدا مع عدد ماتشات الدوري، ما فيش في استحاله انها تتعشى، مع وجود طبعا انطلاقه البطوله العربيه والجوائز الضخمه اللي في حرص زي ما انا شايف على المشاركة فيها. هو الراجل بيقول طب اعمل ايه؟ اللي عنده حل يقول لي. قال لي امبارح انا سمعت الاستاذ عامر حسين قال ثلاث حلول. يا اما نضحي ببطولة من الاثنين، يا الدوري يا البطولة الافريقية. البطولة الافريقية والدوري يبقى الاندية مطلوب منها قرار. يعني اللي اشترك في افريقيا ما يشتركش بقى في الدوري. طب وهنعمل ايه في الموسم اللي بعديه؟ مين الانديه؟ مين الانديه اللي هتشترك؟ على اي اساس؟ مين هيصعد ومين هيهبط؟ لو قلنا الدوري، هو قدم اقتراح ممكن بشيء من التطوير يناسب الموسم الجاي ده. قال نعمل دوري مجموعتين. بس هيبقى في دوري المجموعتين مش هينفع العدد الفردي، لان بتنزل ثلاث فرق وتطلع ثلاث فرق، يبقى لازم ينزل اربع فرق وتطلع اربع فرق.
زي بعض. هو ده بقى، بس لما تقولها لهم قبل الموسم، وانا رايي يكون كالاتي، هقول اقتراح عشان نحقق اكبر قدر من العداله باقل عدد من المباريات. الدور الاول كله من دور مباراه واحده، يتصنف اربع فرق او ثمان فرق يتحطوا على رؤوس مجموعتين، وبعدين الاربعه التانيين يعني الثمانيه دول يتنافسوا على الدوري برضه دور تاني من دور واحد، والثمانيه اللي تحت نشوف مين اللي هيهبط منهم الاربعه اللي هيهبطوا. في تفاصيل هنأجلها لما يكون معايا الاستاذ عامر عشان نناقشها، دي ممكن تضغط لنا الموسم وتدي لنا الوقت اللي احنا محتاجينه بدون تضحيات، وان كنت ما سمعتش رايه في المشاركه في البطوله العربيه. قبل ما اخرج عشان استقبل ضيوفي، سمعت كلام ان المهندس هاني ابو ريده على لسانه قال لازم نغير طريقه المسابقات بتاعتنا ونظام المشاركات واللعيبه المحترفين، وقال عايز يعني وكانه يوحي انه سيفتح عدد المحترفين علشان يطور الكوره المصريه. لو الكلام كده لا عايزين نتناقش فيه، لان فيه ممكن يبقى فيه ايجابيات، لكن برضو نخلي بالنا من سلبياته ونشوف الفرق اللي عملت كده استفادت ولا لا. السعوديه عندها 7 محترفين، حالها افضل مننا كرويا؟ معرفش. طيب احنا عمالين بنقول، وهو قال اصل الاهلي بيكسب لان مش لاقي حد يهاجمه، فما بيتعرضش للضغوط اللي بيتعرض لها لما بيروح يلعب في افريقيا، مع ان الاهلي يعني السنه اللي فاتت وصل فاينل افريقيا وخرج بتحكيم كده وش، يعني خرج بتحكيم، و2012 2013 كسب بطوله افريقيا وراح كاس العالم للانديه. امال بيتعرض؟ لا بالعكس، انا شايف الدوري السنه اللي فاتت كان قوي جدا، وبدليل ان معظم الهدافين باستثناء وليد ازارو من انديه ما حدش يعرف عنها حاجه، هداف الدوري كانوا من انديه يعني وادي دجله والانتاج، ويعني اذا في مواهب وفي، لكن انا لا بقى لما اجيب افتح في الاحتراف ده، انا بالعكس هفطس بقى كمان المواهب بتاعتي، لان كله بقى هيروح يقول لك شارع العبد والغي قطاع الناشئين واشتري جاهز. في فكره الخصخصه اللي ممكن تكون بدايه لدخول ناس تانية تشتري مثلا المستقبل، وناد ثالثة تشتري مش عارف ايه، نبص نلاقي نفسنا مش قادرين نقاوم. مسائل عايزة تدرس بعناية، انا ما بقولش الصح فين والغلط فين، انا بحذف اسئلة الآني نبقى نتناقش فيها مع المسؤولين بمنتهى الاحترام والله والجدية وبدون تحامل. مش عايزين طول النهار ناس ملائكه وناس شياطين، مفيش كده، مش طول النهار ناس بتنتقد ناس بتعمل، بس نناقش فكرهم ونصل الى نتائج. احنا هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكابتن عادل طعيمه والصحفي العزيز عليا جدا المحترم جدا رضوان زياتي عضو مجلس الشعب. فاصل ثم نعود. اهلا بكم مره ثانيه مع ضيوفنا العزاز على قلبي وقطعا على قلبكم، كابتن عادل طعيم اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الاستاذ رضوان زياتي اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. انت النهارده عندك اكتر من صفه، انت اعلامي، انت عضو مجلس الشعب، وانت لسه جاي من روسيا امبارح. بالظبط. كثير من الامور هتوضحها لنا، لان في الحقيقه اتقال كلام كتير جدا، انت كنت عايش الموقف هناك. لكن بس انا ما رحتش ناحيه معسكر المنتخب خالص، بس عرفت الاجواء. طبعا. وعرفت الحقيقه. طبعا. يعني ما عرفتهاش؟ لا، حتى كعضو مجلس الشعب عارف طبعا. وحكايه سفر
هتكلم انا بصراحه بكل حاجه حقيقه ال 70 واحد اللي سافر من مجلس الشعب مين اللي سفره بالظبط هو ما فيش مشكله بس يعني في التوقيت اللي كله بيربط الحزام يعني كنا ربطنا الحزام كله ما حدش سافر على حساب الدوله على فكره حلو قوي قول الكلام ده قول الكلام ده كابتن عادل تابعت انت كاس العالم ايوه ابتدي بكابتن عادل وانت داخل طازه كده كرواتيا 3 الارجنتين 0 ايه رايك في كاس العالم المجنونه المره دي بسم الله الرحمن الرحيم بدايه لازم اهني النادي الاهلي واهني صله واهني برزنتيشن على الاتفاقيه الرائعه اللي وصلت بالنادي الاهلي والشركه توقيتها يا عادل الشركه الراعيه وشركه صله وبرزنتيشن انه يتعمل حاجه موفقه بالشكل ده سواء من الجانب المادي او الجانب الادبي. بالنسبه طبعا لكاس العالم انا شايف ان هو البدايه بدايه طبيعيه لانه دايما في بدايه اي مشوار حتى في بدايه الدوري العام بتلاقي دايما الفرق بتاخد مرحله عقبال ما بتوصل للفاينل فالفتنس بتاع المباريات بيبقى لسه تلاقي معظم الفرق المانيا والارجنتين ومعظم الفرق الكبيره تعثرت في المباريات الاولانيه ده نتيجه انه مخلصين الدوري بتاعهم عملوا فتره اعداد موجزه جدا ثم بادئين على كاس العالم على طول عملوا طبعا ماتشات وديه لكن البدايه السليمه هتبقى من دور 16 يعني انت عايز تقول كاس العالم بدايتها الدور الجاي وهتلاقي معظم الفرق الكبيره بس في خطوره على فرق عريقه زي الارجنتين انها تطلع ايسلندا لو كسبت نيجيريا بكره ممكن الارجنتين تبقى قوي ما هو علشان كده هو في اساسات في التدريب يا باشمهندس لما يكون متوسط الاعمار في الارجنتين بقاله اربع سنين اللعيبه هي وما بتتغيرش ما طلعش ما عملش جيل تاني وبالتالي زي اللي احنا كنا بنعاني منه في فترات زمان ان احنا بنفضل رابطين على جيل معين والجيل ده احنا ما بنغيروش فما بنوصلش كاس عالم فطبعا الوضع الطبيعي ان الارجنتين ممكن تفلت لكن الباقي كله هيكمل طب برضو بسرعه كده الارجنتين ده تاني او ثالث كاس عالم مخيبه للامال يعني في وجود ميسي انا قلت يعني وانا كنت مساوي برشلوني لكن لازم يعني اقدر واحترم جدا واعترف ان كريستيانو رونالدو هو الافضل هو الذي يحدث الفارق لان منتخب البرتغال انا قلت اضعف من الارجنتين ورغم هذا ميسي ما عملش حاجه هنا وتاني عدد عمل النجوم كل حاجة هنا. البرتغال لا يقارن بعدد النجوم في الارجنتين ورغم كده بتتكلم ما انت عندك كريستيانو ميسي هو هدف واجويرو لحد لا يعني انت هو شوف هقول لحضرتك حاجه اللي فرض على الارجنتين هذه النتيجه وهذا الاداء هو منتخب كرواتيا احنا لسه كنا بنتكلم قبل الهوا منتخب برضو مليان نجوم انت عارف ان كرواتيا يعني طول عمرها تعمل كاس عالم قوي طبعا لا يعني انت عدد برضو النجوم اللي في كرواتيا يعني عدد وفين الناس بتلعب فين بتلعب في برشلونه وفي ريال مدريد واسماء وبعدين عندهم دايما هم متميزين بالمنظومه الدفاعيه الصح يعني انا بنتكلم على هو ده الفرق بقى يعني انا بلعب منظومه دفاعيه وبهاجم وبهدد مرمى الارجنتين وبسجل ثلاث اهداف يعني هو ده الكلام يعني انا مش هلعب اعمل منظومه دفاع بس لا هو الدفاع ان انا اوقف خط الدفاع على يدافع لا دي منظومه من اول راس الحربه لحد محمد علي كلاي اضرب وبعدين اخش بالظبط والثلاث خطوط بيبقوا كتله واحده انا كابتن عادل راجل فني وخبره كرويه كبيره وحضرتك وكده ابو الاشبال ده طلع علينا ابو الهجوم الفرق دلوقتي بتلعب كتله الفرق الناجحه بتلعب كتله واحده يعني الثلاث خطوط بيبقوا مقربين من بعض بيدافعوا مع بعض وبيهاجموا مع بعض في تلاحم في كومباكت بالظبط فاذا انت اللي فرض نفسه النهارده هو منتخب كرواتيا على الارجنتين يعني ده نتيجه طبيعيه هو 3-0 نتيجه كبيره وتقيله على الارجنتين لكن احنا بالاداء اللي احنا شفناه والقوه الفريق الكرواتي وفرض اسلوبه وفرض طريقته على منتخب الارجنتين هو ده اللي عمله فين ميسي الراجل مطلع لسه كنا بنتكلم بيطلع اجويرو بينزل اجوايين يعني برغم ان هو كان اخطر واحد على مرمى كرواتيا هو اجويرو فاذا يعني ايه الفرق دلوقتي
ما تقدرش تقول المستويات متقاربه جدا، والفرق اللي هي جاهزه من الناحيه العقليه والبدنيه والفنيه هي اللي بتقدر تعمل وبتحترم خصمها فطبعا كاس العالم ده احنا لسه بنقول ان هو البطل سيولد من رحم البطوله، يعني احنا كل الاسماء اللي الناس بتتكلم عنها الخمسه الكبار المرشحين انت ممكن يبقى البطل بطل جديد خالص، يعني انا بتوقع ان بطل كاس العالم السنه دي في روسيا هيبقى بطل جديد لم يسبق له. المانيا غير مقنعه، يعني حسب اللي انا شايفه البرازيل غير مقنعه، اسبانيا لحد دلوقتي غير مقنعه، يعني انت بتتكلم دلوقتي منتخبات، يعني شوف كرواتيا دلوقتي احسن فريق دلوقتي لحد دلوقتي اقنعنا، وخصوصا النهارده، يعني ده انت تقدر تعتبره من اقوى الفرق المرشحه للمنافسه على كاس العالم. طيب روسيا اللي قاعد يقولوا مش عارف ايه هي اقوى خط هجوم النهارده في البطوله؟ والله واقوى خط دفاع برضه اللي داخل فيها جو. بس يعني معلش لا يعني لعبه روسيا لعبت مع مين؟ روسيا لعبت يعني مع ده جدول متفصل لروسيا، حتى يعني لو تبدا مع السعوديه تكسب 5-3 ماشي، هو ماتش السعوديه كان ليه ظروفه، يعني المنتخب السعودي يعني كان مش عايز اقول فيه ثقه، لا يعني هو اول منتخب الروسي برضه لازم نعترف ان هو بيلعب على ارضه في وسط جمهوره، وبعدين بيملك قوه بدنيه كبيره. انا ما بقولش انه مرشح، لا 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 مش مرشح، لا بس عنده عدد افضل مما اوهمنا انفسنا، عنده عدد من اللاعبين كويره، يعني رقم 17 رقم 11 رقم 22 لا، والقوه البدنيه دلوقتي أو هي دي الاساس. يعني كابتن عادل انا بقول ايه، ان منتخبنا يستطيع ان يتعامل مع المهاره، حتى الفرق المهاره ضده اعلى منه، لكن بيعرف يتعامل معاه ولا يتعامل مع القوه والسرعه دايما، حتى في افريقيا حتى في اي حته الفريق الذي يمتلك القوه والسرعه بيتعبنا جدا. هو الحقيقه انا الجيل بتاعنا الموجود حاليا وصلنا كاس عالم، لكن انا مش عايز اظلمه، لانه هو في مدرب فرض عليهم طريقه لعب معينه، طريقه اللعب دي كان ممكن اجيب اي مدرب في الدوري المصري هيلعب هيحط العشر لعيبه قدام الجول، وبعدين انا عندي حد سريع بحطه تتعمل له يجيب جول. احنا في افريقيا كل ماتشاتنا جايبين اعتقد 8 تجوال في كل المسيره بتاعتنا، يعني وعندنا هداف الدوري الانجليزي محمد صلاح، وعندنا تريزيجيه ماشي ما شاء الله، وعندنا كهربا، وعندنا حتى ورد السنه دي متالق ما شاء الله، ورمضان صبحي، عندنا اولاد مبشرين جدا، لكن انت بكتفهم تكتيفه ما يعلم بها الا ربنا. التكتيفه ديت نقول ان دي القماش، لا مش دي القماش، انت بتاخد ناس بتجاملهم على حساب مصلحه في البلد. في حد افضل؟ طب قول لي. لا انا ما اقولش افضل، لان لا انا النهارده انا مش النهارده يعني مش افضل، كان في حد ممكن لو موجود يعني كان يقدر يساعد المنتخب، يعني انا مش هقول اسماء، لكن لما اكون انا واخد في مركز الباك رايت واخد ثلاثه واخد راس حربه واحد، ماليش دعوه بالاشخاص، يعني لما اكون انا واخد في الهفاض الديفندر واخد اثنين اساسيين واحد بيلعب في بتاع القائمه نفسه، انت بتاخد نوع عامل نوع من المجامله، وعارف ان في ناس مش هتلعب، كان واخد راس حربه اسمه كوكا لمده 3.5 سنين وجه في كاس العالم ما خدوش، طب انت بقالك 3.5 سنين بتاخده وبتلعبه، بتيجي في كاس العالم زي برادلي بالظبط، وانا كنت برضو يعني اعوذ بالله من كلمه، انا برادلي كان الوحيد اللي بيعارض وجوده في المنتخب كنت انا، بس برادلي كان عنده شجاعه اكتر شويه، كان عنده اخ يا فندم، ده سمير عدي عنده احصائيه 120 لاعب اخذهم في الاربع سنين، لف العالم مرتين، وبعدين انا واخد لعيبه تمساح ولا اخر لمده 4 سنين، اجي في الماتشات الاخرانيه دول قاعدين واجيب ناس جديده خالص. طب فين في اساسيات في التدريب يا باشمهندس؟ اساسيات في التدريب، في حاجه اسمها تثبيت تشكيل، في حاجه اسمها في قياسات، في حاجه اسمها تجانس للفريق، في العناصر في كل مركز، عندي مركزين ويبقى عندي 2-3 جوكرات، الكلام ده كله في اساسيات التدريب مع المباريات القويه اللي انا بلعبها، ما بجيبش اي فرقه ولاعبها، الكلام ده كله بيبقى وارد ان انا اشوفه، ببقى وارد ان انا اشوف بصمه للمدرب في طريقه لعبه، المدرب بتلعب بجمل محفوظه وبيخترقه بطريقه مدروسه مش عشوائيه، ده تمرين، بيروحوا للجول في اسهل طرق وبعدد معين من التمريرات
بيوصل للجول في منتهى السهوله. يعني امبارح ده تدريب يكسب احترام الناس يعني. ده تدريب انا بعلم وبخلي فيه انسجام وبخلي فيه نوع من التحفيز بالنسبه للعيبه على مدى الثلاث سنين ونص. عندي ثلاث سنين ونص موريش حاجه غير ان انا ال 30 ولد دول او ال 25 ولد دول بخليهم ينسجموا وينصهروا ويبقى عارف الباك رايت بتاعي انا عارفه فلان الفلاني، البديل بتاعه فلان، الجول الاساسي بتاعي احنا لحد احنا رايحين كاس عالم مش عارفين مين الجول الاساسي. دي 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 اسمها ايه؟ دي اسمها تخبط وعشوائيه في الاداء. هم كانوا بينهم وبين بعض عارفين بس انا انت تقول ينطوي على قدر برضه من الانسياق لعناوين كده ومجامله. عايز اضيف حاجه. اذا انا عايز ان انا اجامل انا مش هجامل. انا وانا رايح كاس عالم ابقى عارف مين الجول الاساسي بتاعي. والجول الاساسي ده يبقى لاعب 3 4 10 ماتشات وديه انا عارف دي نمره واحده اهو ونمره اثنين اهو. دي اساس التدريب. اي جول في العالم هتبص يعني تلاقيه. يعني انت شايف ان ما استغلناش الخمس ماتشات وهم كانوا كفايه على فكره. بس مهندس عندك ثلاث سنين ونص انت مفروض بتحضر. سيبك من ثلاث سنين ونص خلينا بقى الفتره حتى ما قبل المونديال. ما قبل كاس العالم خمس ماتشات وديه. لا اخطا فيهم اخطاء ما استفدناش منهم. لا اخطاء كبيره جدا. انت المفروض الخمس ماتشات دول كنت تلعب بيهم التشكيل الاساسي بتاعك مع البدلاء اللي انت يعني البدلاء اللي انت هتبدله. يعني لكن انت لما ده في ماتشات بالكامل لعبت مباراه البرتغال بالتشكيل الاساسي، جيت مباراه اليونان لعبت بتشكيل مغاير تماما ما خدتش منه ولا واحد. ما يعني ما ينفعش. انت راجل ده انت مش بتبني فريق لسه، لا ده انت بتعد فريق لكاس العالم. يبقى اذا هذا الفريق هو الاساسي. يعني هو استخدم المباراه دي أخطاء رساله نعم رساله للراي العام المصري يقول لهم عشان ما ينفعوناش يعني. كان كل ده الكلام ده تهريج. ده ما حدش يعمل كده. ما فيش مدرب في العالم عمل كده. قول لي مدرب في العالم عمل جاب لعب مباراه وديه بفريق وبيلعب قبل كاس العالم بشهر، بيلعب بفريق ويلعب مباراه وديه الثانيه يلعب بفريق اخر مختلف تماما. هات لي منتخب في العالم عمل كده. احنا ده الكلام ده يعني ده مش مدرب عالمي. دلوقتي كوبر ده مش مدرب عالمي ولا يصلح. وانا بقول اهو من دلوقتي. وكان خطا كبير جدا من الاخطاء اللي وقع فيها اتحاد الكره ان هو كان بيتفاوض معاه قبل كاس العالم. بيتفاوض معاه ان هو خلينا من كوبر دلوقتي لانه لو لو ولا بس عايز اضيف حاجه بقى لحضرتك. سالت سؤال مهم جدا اللي هو هل كان في حد يستحق ان هو يدخل المنتخب وما دخلش؟ انا اقول لك لا ما كانش في حد. مع احترامي طبعا للاسماء اللي قيلت حسين الشحات وصلاح محمود. خلاص يبقى هو دي من يصنع الفارق ما كانش موجود في مصر. الا هو محمد صلاح. هو محمد صلاح الوحيد اللي هو والباقي في تقارب. اي حد تاني عادي زي اللي هو ما اخطاش فيه يعني اللي بره زي اللي جوه. لا اصل معانا حبيبك اتفضل. ما اعرفش انتوا قابلتوا بعض هناك ولا لا. زميلي اللي بفتقده ابراهيم المناسي. ازيك يا ابراهيم؟ خد المهندس عدلي معاك يا استاذ ابراهيم. مفتقدينك ولكن مؤكد انك انت يعني وجودك هناك كان مهم جدا وهترجع لنا بكثير من الحقائق مش الانطباعات يعني. قول يا استاذ ابراهيم المنتخب بتاعنا كان عايش حاله من التركيز ولا حاله من الانفلات؟ لان دي اللي محيرانا هنا في مصر. طيب خليني انا يعني مبدئيا زي ما اتعودنا حتى في ملك وكتابه هقول لك الاول الجانب الخبر السريع بتاع النهارده وبعد كده هقول لك سريعا بعض الشواهد والمشاهد اللي بتجاوب على الخيره اللي حضرتك اشرت اليها. يا حبيبي النهارده المنتخب بدا بدايه الاستعداد لمباراه السعوديه. قاد الكوره بكل اعضائه مدركين اهميه المباراه، مدركين حدث كيف، مدركين قوة الفريق السعودي زي ما ظهرت في المباراة الأخيرة بعكس المباراة الأولى. امبارح وصلنا جروزني العاصمة الشيشانية الظهر. كوبر لأول مرة إدى اللعيبة تجاهله امبارح. النهارده اتمرنوا امبارح في الجيم بس. النهارده حصل تمرين الساعة 5. شارك فيه كل اللعيبة باستثناء يمكن محمد الشناوي عمل شوية بعض التدريبات الخفيفة. اتقال لي إنه عنده شدة في الخلفية واتقال لي عنده تقل في العضله الضامه، وفي الحالتين هذا التضارب ربما قدمي للملاحظه ان انا شفت هناك شبه اتفاق على مشاركه عصام الحضري في مباراه السعوديه.
ده لا خلاف عليه. الشناوي عامل بطوله كويسه جدا، من اهم المكاسب فيها. المباراه الاولى مع الاوروجواي كان مان اوف ذا ماتش، المباراه الثانيه حتى ما كانش ثلاث مرات ما كانش عنده اخطاء فيهم. لكن اوكي الحضري يختم حياته بالمشاركه في كاس العالم، يسجل رقم قياسي تاريخي في حياه اي لاعب، اكبر معمر في ملاعب المونديال، لاعب عنده 46 سنه وبيلعب كاس العالم. يا استاذ ابراهيم، ده ماذا يعود على مصر؟ اتمنى يعني ماذا يعود على مصر؟ اتمنى انه يكون جاهز بحيث انه يلعب اخر مباراه على مرمى مصر في مباراه السعوديه، حتى وان كنت اشرت انا قبل كده انه الحرج اللي على اللعيبه المصريين المحترفين في الدوري السعودي انا اتمنى اعفائهم من هذه المشاركه، اذا كان عبد الله السعيد او عبد الشافي او الحضري او شيكابالا، اتمنى رفع الحرج عنهم في مواجهه لعيبه الانديه السعوديه المحترفين ضدها، وخاصه ان هناك بدائل متاحه ربما تكون محتاجه تاخذ فرصه في هذه المباراه. لكن هي في النهايه رؤيه فنيه، هنحترم اللي الجهاز الفني هيقوله، واللي انا شخصيا عندي ملاحظات كثيره ربما حتى في الاخبار اجلت مناقشتها واجلت فتح هذا الملف لحين الانتهاء من البطوله، لان انا مدرك ان السفينه الان في عرض البحر، ومش في صالح اي حد على الاطلاق محاوله خرم هذه السفينه وهي توجه هذه الامواج. مباراه السعوديه بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا، نفسنا نحقق فوز في كاس العالم، مشاركات سابقه ما حصلش ان احنا فزنا بمباراه، منافسه عرضيه بتطفي شيء من الحساسيه، محتاجين ان احنا تكون هذه المباراه فرصة لدعم المزيد من العلاقات الكروية المصرية السعودية، وان احنا نقدم الكرة العربية في محفل الدولي بصورة محترمة تليق بينا وبالكرة السعودية الكبيرة. فهذه عن هذه التجربة. بكرة منتخب مصر الجمعة هيواصل تدريباته الساعة 5 أيضا، ثم السبت هيتمرن الساعة 11 الصبح وهيركب الطيارة ويسافر على ثلث مباراة اللي هتستضيف مباراة الاثنين بإذن الله. ده على الجانب الخبري يا باشمهندس. لكن بداية الإجابة اللي حضرتك أشرت إليها الأخيرة اللي احنا فيها، احنا في صورة ولا انضباط؟ هل اللي حاصل كل المغرق السوشيال ميديا والصفحات المصرية والإعلام المصري كله له انعكاس وتأثير كان على نتيجة مباراة روسيا ولا لا؟ بداية خليني أقول لك لماذا جورجيا ولماذا الشيشان؟ الشيشان بالمناسبة حتى هي مدينة إسلامية ودولة إسلامية وشديدة المحافظة، كانت اختيار هيكتور كوبر مش اختيار بقية الجهاز المصري. هيكتور كوبر لما جه هو وإيهاب لوهيتو ونفس بعض المدن الروسية في روسيا الاتحادية المرشحة لاستضافة المنتخبات، عجبوا جدا هذا المناخ، عجبوا جدا انه المنتخب هيقيم في فندق ملاصق ليه استاد، مش ملعب صغير، استاد احمد ارينا، استاد كبير، ولقى كل التسهيلات والترخيصات من الجانب الشيشاني، لدرجه انه رئيس الجمهوريه نفسه رمضان قيدروف يدي تعليمات لكل الوزراء المعنيين بتوفير كل الامكانيات للمنتخب المصري والترحيب بالمنتخب المصري. ده اغرى اتحاد الكوره واغرى جهاز المنتخب على ان يكون الاقامه الدائمه للمنتخب هي في جروزنو. عايز اقول لك انه بدايه المشاهد في هذا السياق كان مشهد مهم جدا، كان له دلالات الحياه. محمد صلاح لنا ان نفخر جدا ان احنا عندنا نجم عالمي له هذه الشهره وهذه القيمه العالميه الكبيره جدا. لما تدخل جروزني هذه المدينه اللي بيقطنها حوالي 3.5 مليون غالبيتهم من المسلمين، كلهم ترحيب بمحمد صلاح ومن المنتخب المصري. اول ما وصل منتخب مصر كان التمرين الاول اللي هيتمرنوا اتباعت 8000 تذكره عشان يحضروا التمرين بتاع المنتخب اللي فيه محمد صلاح. فحدث ان اللعيبه نزلت ملعب استاد احمد امينه، محمد صلاح كان متاخر بيعمل جلسات التاهيل بتاعته في الفندق القريب جدا او المرافق للاستاد، فوجئهم برئيس الدوله الرئيس رمضان قدروف جاي الملعب، استقبل من الجماهير، سال معاه وزير الاعلام، سال ايهاب لهيطه مدير المنتخب محمد صلاح، فقال له في جلسه علاج تاهيل في الفندق. الراجل رئيس الجمهوريه واقف في نص الملعب يا باشمهندس مكتف ايديه ومستني محمد صلاح. قعد واقف في نص الملعب وانتظر محمد صلاح 50 دقيقة. وبعد كده لما طبعا وجود السفير المصري ووجود رجال السفارة، يا جماعة محمد صلاح اتأخر، ف وزير الإعلام قال له هات لي يطا
الرئيس بيقول محمد اتاخر، قال لك احنا بلغناه وجاي. فالراجل بنفسه قال لك انا هروح اجيبه، ركب عربيته ودخل الفندق. الموظفين اللي في الفندق فجاه فوقهم رئيس الجمهوريه سايق العربيه وجاي قدامهم. الكل فزع طبعا. ايه فين محمد صلاح؟ استقبله بحفاوه شديده جدا، وقال له حتى للبال الاعلامي ايهاب اللي يطلع كاب ورا محمد صلاح هيقول انا اللي هسوق. ودخل بيه الاستاد، نزل بيه الملعب، قال له محمد حي الجمهور لانه انا حابب ان الجمهور يسعى بيك، انا مريت بيك جدا، فانا حابب ان هذه الجماهير اللي جايه، وهي كنا في نهايه رمضان، الناس جايه وفي شهر رمضان جايه سعيده ان انتوا هنا. حي محمد صلاح الجمهور، والراجل رئيس الدوله خد بعضه ومشي. فجاه لقينا تاني يوم في صخب شديد جدا. ايوه طيب، هتقول لنا تاني لان توقفنا عند صخب شديد، ولو ان الكلام اللي قاله ابراهيم ده غريب جدا ما سمعناهوش خالص هنا، لكن دي تفاصيل رائعه يعني. لا هو اشوفها يا كابتن عشان نكون منطقيين وصادقين يعني، حته ان المعسكر كان فيه، لا المعسكر المدينه الجروزني اللي قاعدين فيها مثاليه فعلا ومعسكر مثالي، لكن انت ما بتتنقل لمدينه ثانيه يعني عشان تروح تلعب روسيا، اتنقلت لمدينه ثانيه اللي احنا سان بيترسبرغ كويس، بتروح تقعد في فندق يعني الفيفا عادي بقى، فندق عادي في مقيمين وفي بتاع وجماهير وكل حاجه، وتصدوا في نزلاء، هتمنع النزلاء. انت بقى تقدر تعمل ايه؟ ان انت الفرقه بتاعتك حاططها في طابق وقافل عليها والامن والكلام ده، وده حصل. ده اللي يهمني. لكن هو مثلا في لاعب هو مش حد اتصور معاه، طب ما اللعيبه العالميه كله كده يعني، مش عايز اقول ايه، مش الفوضى العارمه اللي هي يعني ما طلعوش وقعدوا معاهم في الاوضه وصوروا الكلام ده. لا 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 الكلام ده. هو في حاجه برضو لازم انا اشير اليها، ان طبعا هم كانوا معظم اللعيبه كانوا واخدين عائلاتهم. طبعا انت ده بيحصل مع المنتخبات العالميه الاخرى، ده عادي، لكن احنا بالنسبه لنا احنا كناس شرقيين وكناس عندنا العاطفه يعني، مش معقوله يبقى عندي اسرتي قاعده معايا ومش هبقى مشغول بيها يعني، احنا مش ما عندناش حته الفصل دي. فده طبعا ده يعني مش عايز اقول خطا، ولكن احنا ما نقدرش نفصل احنا كمصريين. عايز يطمن مصريين، انا ما عايز اوقفهم شويه، عاملين ايه يا اولاد ومش عارف ايه، بتاكلوا ايه، مجرد التليفون كل دي بالظبط. ده تشتيت يعني، هو ده برضو اللي احنا نتكلم فيه يعني. لكن مش هو برضو ده السبب ان احنا اتهزمنا في ماتش روسيا 3-1؟ لا 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 يعني ده كلام برضو احنا مش انا بس ايه بحب ان انا اوصل للحقائق عشان ما يبقاش في تجني. لا لا هو انت عارف بقى، خلاص احنا خلاص دي حفظناها السوشيال ميديا والناس اللي بتاع وتهاجم وكلام والكلام ده بقى عادي، لكن احنا بنتكلم الحق، حق ربنا لازم يتقال. ان المعسكر كان معسكر جيد، قاعدين في مكان كويس، لكن انت ما بتنقل تروح تلعب في مدينه ثانيه، ما انت ده مش المقر الرئيسي بتاعك، ده انت بتروح تلعب ماتش وبترجع تاني للمقر للمعسكر الدائم. وضحت الصوره. كابتن عادل، من الكلام ده يشتم منه ايه؟ من كلام الاستاذ ابراهيم ان انت بتعامل ان محمد صلاح ده قصه عند العالم مختلفه جدا. هذا الشعور وهذا الواقع الذي فرض نفسه على المنتخب ايجابي ولا سلبي؟ هو طبعا سلبي، لانه في نجوم اكبر من محمد صلاح يعني، هتلاقي ميسي وهتلاقي كريستيانو، ما فيش حد بيروح وبيقف في الملعب ويستنى اللعيب عشان يجي، بيبقى فيه طبعا امن وبيبقى فيه كنترول، بحيث ان اللي بينزل الملعب اللعيبه فقط، ما بينزلش رجال اعمال ولا بينزل اي مسؤول مهما كان، حتى لو رئيس الشيشان مش المفروض ان هو ينزل الملعب، يبقى يجي في الفندق، انما ما ينزلش الملعب ويقف في الملعب زي ما قال الاخ ابراهيم، لانه اللعيب متى ما فقد تركيزه. لا انا بتكلم على الحاله، سيبك من التفاصيل. التفاصيل رئيس دوله طبعا محمد صلاح طبعا، هل في خلاف ان هو بيمثل قدوه لشباب كتير جدا، في مش في مصر بس، في العالم كله بما فيهم العالم العربي والعالم الاوروبي؟ مش عارف انا اوصل لك اللي قصدي. احنا فرقه، عادل طعيمه ده راجل جان، وكل ما نمشي خلاص ده واقع، ويصل رئيس دوله ينتظره ويجيبه في عربيته ويركبه ويوديه ويجيبه بتاع.
حتى اللي مش غيره، ما اقصدش ان ناخدها من منظور الغيره، لكن من منظور القناعه بتاعه الفريق ان احنا الراجل ده لازم. عايز اوضح حاجه يا باشمهندس، يعمل فارق. الموقف اللي حصل ده عشان برضو ايه ما يتاخدش، الموقف اللي حصل ده كان محمد صلاح ما كانش هيلعب المباراه الاولى. انا فاهم فاهم يعني إيه ده ملوش تاثير على لا لا ابراهيم شرح. انا بتكلم بقى انت من الناحيه الفنيه الفريق كله يشعر انه محتاج بالغيره يعني صلاح. طبعا لما يتقال على تيم محمد صلاح، طبعا احنا كلنا بنعش محمد صلاح، انما ما يتقالش ان ده تيم محمد صلاح، لان محمد صلاح من غير زمايله ملوش قيمه. ما هو في البرتغال بيتقال تيم كريستيانو. لا وده غلط، مش معنى ان بيتقال في البرتغال انه تيم كريستيانو ان احنا نبقى بنمثلهم، انما بيتقال انه ده تيم البرازيل، ما بيتقالش تيم نيمار. لكن هو يعني نجوميه محمد صلاح هل دي بتاثر على زمايله؟ بتاثر على زمايله يعني انه بيبقى فيه نوع من الغيره. يعني فكره الحاله دي اصلها فيها تناقض هنا. يعني محمد صلاح ما لعبش الماتش الاولاني. اورجواي في التصنيف اقوى من روسيا. ايوه مش كده؟ تمام. احنا لعبنا اورجواي احسن ولا لعبنا روسيا احسن؟ رايكم ايه؟ بص يا كابتن. لا لا اتفضل. هو ظاهره محمد صلاح اجل بس صلاح لاني عايز الاول اعرف هو احنا ادائنا امام اورجواي افضل ولا قدام روسيا؟ طيب هقول لك حاجه يعني مفاجاه، احنا ادائنا في روسيا بخلاف الاخطاء الدفاعيه الساذجه اللي حصلت، ادائنا في روسيا كان فيه فعاليه وكنا بنوصل للجون وضيعنا فرص كتير، وده انت بتلعب منتخب في ارضه وسط جمهوره وكنت انت بتوصل للجون كتير، انت في ماتش اورجواي ما وصلتش للجون خالص. فهو ده فرق، لكن الاخطاء الدفاعيه دي جايه ناتجه عن ايه بقى؟ ناتجه عن الجبن اللي زرعه كوبر في نفوس اللاعبين في حته الناحيه الهجوميه. فاذا انت الـ 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 يعني كمان المنظومه الدفاعيه بتاعته غير مكتمله، يعني انا بدافع ازاي؟ بدافع من اول راس الحربه. يعني زي ما اتكلمنا في اول برنامج، الكتله الواحده اللي هي الكومباكت، الخطوط المتقاربه، الكلام ده كله مش موجود لانه هو ما عملش الفرقه. وكان واضح ان الاشكاليه في وسط الملعب عندنا. بالظبط. يعني انت مثلا الجون بتاع رقم 6 شيرتشيف ده جه ازاي؟ الكره ما طلعت رجعت، فين محمد النني؟ كان المفروض شيرتشيف ده هو مهمته، كان بعيد عنه. فعلى ما جه يلحقه كان الراجل حط الكره في الجون، يعني ما هي دي حاجات، يعني دي امور اخطاء ساذجه من لاعبين. نخرج بقى من لان خلاص خسرنا الماتشين دول دلوقتي. ماتش السعوديه قادم. ماتش السعوديه هو الاخطر. أيوة. تقييمك الحقيقي الفريق اللي انت تقيم على اساسه السعوديه، لو كسبته يبقى انت عملت الهوم ورك بدرجه جيد. لو كنت تعادلت اورجواي ولا روسيا كان هيبقى جيد جدا. بالظبط. اتعادلت ماتشين او كسبت واحد فيهم كان هيبقى امتياز، لكن لو انت ما كسبتش السعوديه تبقى دخلت في ضعيف. يبقى لا فشل. ولا ايه يا كابتن عادل؟ هو بس في نقطه، انا بحكم مصريتي القويه والشديده، انا لما بقارن نفسي مع السنغال ومع ايسلندا ال 400,000 والناس دي اللي بتتعادل مع الارجنتين واللي تبقى ممكن تكسب الارجنتين، انا ماليش بلد قليله علشان انا اقارن نفسي مع سنغال. لا مجموعتك دلوقتي، اصل انت ما انا بتكلم على مجموعتنا احنا، بقلنا يبقى لنا مباراه مع السعوديه، اهميتها ايه وكيف تراها وكيف ترى فرصتنا فيها وايه المطلوب؟ من وجهه نظري انه الماتش ده ماتش ممكن ويدي رساله للعالم كله انه الكره العربيه كره ممتعه، كره جميله. المدربين الاثنين يعني يتخلوا على الجانب الدفاعي الحذر الشديد اللي احنا بقالنا 3 سنين ونص بنعاني منه، الشعب المصري كله بيعاني، مش لاقيين كره حلوه، مش لاقيين جمل بتتعمل، بندافع بس. انا باخد مبلغ محترم جدا علشان اوقف 10 قدام ال 18، ما انا ممكن اجيب اي مدرب بيوقف ال 10 ويعمل لي المرتده. الكلام ده نشوف في المغرب نلاقيه مع مدرب بيتحرك مع اللعيبه بشكل رائع، في تونس، في كل الفرق اللي هي هو في المقوة. شخصيا شخصيه هيرفي رينار هي شخصيه في الكره الممتعه. أيوة. في كل الفرق اللي راح لها بيلعبها كوره وبيهاجم بنوصل رساله بقى للعالم كله من خلال الماتش ده. الماتش أيوة. ده تحصيل
مش تحصيل حاصل، هو طبعا انما بيدي رساله حلوه جدا انه في تيمين من العالم العربي بيأدوا كره حديثه. ده على المستوى السلوكي، ده على المستوى السلوكي والمستوى الادبي. على المستوى الفني نشوف حاجه بقى من حاجه جميله بتتعمل مع نتيجه، يعني عايزين نكسب. في الماتش ده والله انا شايف انه احنا 55 45 احنا لينا، احنا لينا يعني احنا اكتر خبره، عندنا فراوده مميزين. هو بس المشكله انه اللي انا ما اتمنهاش ان مستر كوبر برضه يبقى بيأمن الجانب الدفاعي على حساب، لا انا خايف من ويبتدي حاجة. يجامل تبقى فرصه مصالحه اللعيبه. يعني الاخ ابراهيم بيقول لك انا عايزه لاعب عصام الحضري، مع احترامي ليه قوي يعني، لا المفروض ان شريف اذا الشناوي تعبان يبقى شريف اللي ياخد فرصته في كاس العالم، ويبقى يمهد لك يقول لك عنده تقل وعنده، لا طبعا التقل ده ما كان يبقى في المباراه، في التشكيل في مباراه السعوديه هيبقى اخطر شيء، اخطر حاجه هتقابل يعني المتخلص. تتفضل ثبات التشكيل؟ طبعا تفضل ثبات التشكيل، ولو هو عاوز يجامل عصام الحضري يجامله في اخر 10 دقائق يكون النتيجه كويسه، لكن مباراه السعوديه ديت هي الاخطر في مشوار منتخب مصر في كاس العالم، لان اي نتيجه، انا ما بقولش كده ان احنا علاقتنا بالسعوديه وكل حاجه وفي اخاء وموده ومحبه وكل حاجه، لكن السعوديه هتتعامل ازاي مع المباراه، هي برضه فرصتها تخرج عندها عايزه تكسب، انك تكسبك يا باشا، هو عايز يكسب وانا عايز اكسب، والماتش هيكون فعلا اللي هيخسر عنده ازمه طبعا على طول كده، هتتصدر له ازمه كبيره جدا اللي هيخسر، ومن هنا الماتش حساس جدا، ده ديربي عربي مونديالي، يعني ما حدش يقدر ينكر ان كل العرب وكل الدنيا هتتفرج على الماتش ده. شوفوا الماتش ده ليه؟ لان طبعا ليه خلفيات، وتتذكر ونرجع ل 99 كاس القارات واللي حصل في ماتش كاس القارات. بالنسبه لمصر هذه المباراه مهمه جدا جدا، انت عاوز تعمل رقم، عايز تعمل تحقق اول فوز ليك في كاس العالم، انت في تاريخها في كاس العالم ثلاث مشاركات لسه لحد دلوقتي ما عملتش انتصار. طب انت لو ما عملتش انتصار، مع احترام طبعا الفريق السعودي قوي وسريع وبيمتاز بالسرعه، وشفنا سرعه الاداء في المباراه الاخيره مع اوروجواي، انت برضه هتواجه السرعه دي ازاي؟ انت هتقدر تعمل التوازن الدفاعي الهجومي ده ازاي؟ هتستفيد من محمد صلاح ازاي؟ لازم، ما كنتش في مباراه زي دي تستفيد من محمد صلاح، هتستفيد منه امتى في مباراه زي دي؟ يعني انت عندك وبقول ان المباراه زي ما الكابتن عادل كده هو بيقول 55 45، انا بقول هي 50 50 الى ان تطلق صفاره البدايه، نقدر نعرف بقى المنتخب الاوضاع شكلها ايه وقدره. شوف هو انا متفق مع الكابتن عادل في نقطه، بالقياس لعدد محترفينك في الدوري الانجليزي والدوريات المهمه المفروض ان الخبرات يبقى لها يعني قيمه. ما هو ده بقى بس ده هيتوقف زي ما قلت لحضرتك كده، صفاره البدايه، انا كلعيبه، انا المدرب اكيد شخصيه لعيبتنا بالظبط، شخصيه اللعيبه بقى المحترفه دول هيتعاملوا مع المباراه ازاي. انا طبعا الفريق السعودي هو ما تنتظرش ان الاثنين هينزلوا يهاجموا بعض، لا هيبقى في حذر من الفرقتين، كل واحد عايز يستكشف الاخر هيبدا ازاي وهيلعب ازاي، فطبعا هيبقى في حذر في الأوفر. كلامك ده يعني قد نرى مباراه فاتره. لا مش فاتره، هتبقى مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، لازم هيشتغل التكتيك الاثنين مدربين، هيشتغلوا الاثنين ارجنتين بقى، ما هي ده ارجنتين وده ارجنتيني، وده عربي فريق عربي وده فريق عربي، يعني الحساسيه بتاعت الدربيات العربيه ديت لا ما تنساهاش، الفكر الارجنتيني بتاع ده بتاع كوبر وبتاع بيتسي. فاذا انت هنا ما انتش في مباراه عربيه بس، لا ده ليها خلفيات، دي مباراه في المونديال، دي اثنين مدربين ارجنتينيين كبار، عندك فرقتين برضو من اكبر المنتخبات العربيه في 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 في, في العالم العربي، عندك الخلفيات بتاعه اللقاءات بتاعتهم دايما بتبقى فيها حساسيه وفيها توتر وفيها عصبيه، فكل الكلام ده اللي هيقدر يحتفظ باعصابه ويتحكم في اعصابه ويتحكم في رتم المباراة هو ده اللي هيكسب، لكن اللي هينزل بقى حاطط في دماغه ان انا عندي 8 محترفين على اعلى مستوى بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، لا المباراة ديت ما بتعترفش بالكلام ده. كل اللي انا خايف منه حاجة واحدة، ان نتصور ان مشوارنا انتهى
لا يا باشا هجامل اي حد بقى يا باشا. ده انما اذا ما الكلام اللي انتوا بتقولوه ده معناه ان اي لو واحد فيكم لو انت رئيس بعثه وهو الهيد كوتش هتلعب المباراه دي عشان تكسبها. طب انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. المباراه دي مش بتاعه كوبر، المباراه دي بتاعه اتحاد الكوره وبتاعه اللعيبه. انا بقول كوبر، بقول كوبر كده يخرج، مش يخرج كمدرب لا، يعني انا لو لعب في التشكيل انا اقف له، لو هيلعب في التشكيل انا كاتحاد كوره اقف له، اقول له لا اسف ما احنا المباراه ديت مش بتاعه لعب. اصل انت لو دخلت في مجامله واحده الحضري هيجي شريف يقول لك طب ما انا كمان نفسي وكل اللعيبه الثانيه. لا يعني هي الفكره، عشان كده انا بقول ايه اللعيب اللي محتاج. لا محمد الشناوي سليم هو اللي يلعب خلاص، الراجل ده خد احساس كاس العالم، خد احساس المباريات، خد خلاص. لكن مش هتجيب انت واحد مع احترامي حتى لو شريف اكرامي او عصام الحضري. طب ما تيجي نتفرج كده نستعرض المجموعات كلها ونشوف وصلنا لايه بعد جولتين، وهل الترتيب ده منطقي ولا فيه مفاجآت؟ يعني المجموعه بتاعتنا طبعا خلاص اورجواي لا هو كانت الدنيا كلها كانت متوقعه روسيا واورجواي عشان برضه بس ايه يعني متوقع 6-6 0-0 نعم يعني 6-6 لا ما هو 0-0 يعني كان يبقى فيه شويه يا بيه الجدول معمول مخصوص لصاحب الفرق يعني معمول احنا كمان للدرجه دي يعني. طبعا انت كنا عايزين نلعب شويه. بص المجموعه دي منطقيه يا باشمهندس، الفيفا بيجامل صاحب الارض معروفه في كل معروفه في كل كاس العالم يا سيدي. كويس ما هو بيديله مباراه كويسه في الافتتاح ما هو يقدر يتعامل معاه. مؤلمه دي يا استاذ رضوان ان تقول جاملوهم بينا. لا يعني مؤلمه قوي. مش جاملوهم، هو بدا بينا. استنى عشان لسه في حاجات هسالك فيها. ماشي اتفضل. طيب المجموعه الثانيه فرنسا الدنمارك استراليا بيرو. فرنسا ضمنت 6 نقاط، عندك الدنمارك 4 واستراليا بونت. ده منطقي، الترتيب منطقي. اذا هي بين الدنمارك واستراليا للجوله الاخيره. استراليا فريق كويس، لعب استراليا ده دخل فريق جيد، دخل على حساب سوريا بالكوره في العارضه واتلغى لهم جون سليم. لا بس منتخب استراليا بيستطيع في البطولات الكبيره ديت، وده واحنا نشوف منتخب استراليا بقى له شخصيه رياضيه معناها يعني. عنده محترفين في الدوري الانجليزي. اذا دي برضو منطقيه الترتيب ده. منطقيه منطقي. طيب المجموعه احنا قلنا دي المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه دي الثالثه. امال يا ابني فين؟ الثانيه ايران. ماشي مش هفضحكوا على الهواء واقول لكم انتوا ما حطيتوليش الجدول ده. طيب لا دي مجموعه ناريه، دي المجموعه اللي كل الفرق عندها فرص. طبعا يعني عندك ايران واسبانيا والبرتغال، الفرقه الوحيده اللي خلاص خرجت المغرب. لا اتغلبت المباراه 4-3 بالظبط. عندك بعد كده طبعا دي كرواتيا. كرواتيا خلاص دخلت وايسلندا والارجنتين حسب ماتش ايسلندا بكره بالظبط. ايسلندا ونيجيريا ونيجيريا. طيب كرواتيا 6 وايسلندا 1 والارجنتين 1. فرصه للارجنتين تعادل بايسلندا ونيجيريا. الخمسه انت عندك بقى صربيا. ازاي صربيا؟ هو صربيا لسه ما لعبتش المجموعه دي. لا صربيا لعبت. يبقى الخمسه والسادسه لسه ما لعبوش. ماشي يا حبيبي. اوكي. في خبر انا بقول ان هاني ابو ريده صرح لوسائل الاعلام المحليه والعالميه على هامش المنتخب انه هيكتب شكوى ضد الحكم الروسي وعايزهم يشوفوا ضربه الجزاء بتاعت مروان محسن. ضربة جزاء مروان محسن. ضربة جزاء مروان محسن. هو انا اختلفت انا والكابتن عادل، الكابتن عادل بيقول لا هي مش ضربة جزاء، لكن انا يعني شفتها اكتر من مرة ضربة جزاء صحيحة واقوى من واوضح من ضربة الجزاء اللي اتحسبت. هو موقف الفيديو ايه في ليه؟ ما هو لا احنا اولا مروان محسن لما وقع قام بسرعة، المفروض كان يقع يموت. يعني انت ما هو دي ده اللي خلاه ده اللي عندنا. لا احنا بص يا كابتن احنا برضو عندنا مشكله،
احنا ما عندناش شراسه في في اللعب. يعني احنا لازم اكون شرقان. شفت النهارده كرواتيا بتلعب ازاي بشراسه ويروح يضايق او يستفزك. يعني شفنا مانزوكيتش ده غلب دفاع الارجنتين والحارس يعني بيستفزهم ويروح يستفزهم ويتعبهم. دي خبرات بقى دوليه ويخبط. انت راح بتلعب في كاس عالم، انت راح بتلعب في دوره وديه، انت راح تلعب كاس لازم تكون قوي وشرس ومستفز. لو حصل ضدك خطا وضحه. وبعدين انت ضرب الجزاء يا راجل، ده الراجل وقعت في الارض موت، خلي الحكم يبقى عنده احساس ان انت ليك ضرب جزاء. فده طبعا ده انا ما اعرفش اللعيبه يعني ما حدش بيفهمهم الكلام ده ولا حدش بيعلمهم. يعني انت لاعب دولي، يعني المفروض انت ده الواحد اللي بيتلمس كده بيروح واقع. يعني اي لاعب بيتلمس كده لمسه. عايزين نتكلم في الناس اللي سافرت. نتكلم في الناس اللي سافرت. ايه بقى حكايه مجلس الشعب 70 واحد دول؟ بص في حاجتين انا هقولها لك بمنتهى الصراحه. في المهندس فرج عامل رتب رحله، كان وعد هو احنا كنا قاعدين مره في لجنه الشباب كده، قال لو المنتخب تاهل لكاس العالم انا اطلع رحله على حساب لاعضاء لجنه الشباب. وفعلا طلع رحله طالع فيها 28 نقل. الرحلة دي طلعت وهو اللي مطلعها فرج عامر على حسابه الشخصي. كم واحد؟ 28 نقل. 28 نقل. في رحلة تانية اللي هي بتاعت برزنتيشن، دي طلع فيها 25 نائب بدعوة من شركة برزنتيشن. اللي هي الراعي الرسمي بتاع اتحاد الكورة. هو ده ملخص الموضوع. لم يسافر أحد على نفقة البرلمان. لم يسافر أحد على نفقة البرلمان وعلى نفقة وزارة الشباب ولا على نفقة اتحاد الكورة. وهقول لحضرتك حاجة، السفرية بتاعت برزنتيشن دي كانت 48 ساعة، الناس راحت شافت ماتش روسيا، أقسم بالله ما خرج حد من الفندق إلا على الماتش ورجعوا على الطيارة وهكذا. أكنه في برج العرب. أكنه هنا في مصر، ولا راح حد راح الفندق ولا حد. أنا يعني اعتراضي على حاجة بقى. إن ما يعني الفنانين، مع احترامي ليهم وطبعًا إحنا بنقدرهم وبنحترمهم. يعني مش لازم أنت رايح تشوف ماتش وراح تشجع المنتخب. إحنا لنا تجارب قبل كده، وتجربة الخرطوم زي ما أنت عارفها بتاعت الجزائر ده من ايام العبارة الزهراء والعبارة والكلام ده. بس ده حاجه برضو انا مش عايز احطها اقارنها بكده. انا بتكلم في ايه؟ انت رايح تشجع مالكش دعوه بفندق المنتخب. يعني انا شخصيا كناقد رياضي وكراجل وكيل لجنه الشباب ما كانش ينبغي ينزلوا خالص. انا ما روحتش ناحيه الفندق ولا انا لا هي اللقطه كلها انه يروح الفندق يا باشا. لا يا انا اروح ولا اروح اتصور ده لابسين لك انا رايح الماتش انا رايح اشجع. وفعلا هقول لك حاجه، الناس اللي راحت اقسم بالله كانت بتشجع بحراره. عزمه تجيب بتاع كاس العالم اللي راح منه مين؟ ربيع ياسين واسماعيل يوسف وكان ايمن طاهر، ثلاثه بس تقريبا اللي راحوا، كل بقيه اللعيبه اعتذرت. وفي ناس اعتذرت لما عرفت ان الرحله طلع فيها فنانين وطلع فيها مش عارف ايه والكلام ده كله. والله العظيم برافو عليهم. في ناس اعتذرت واحنا يعني انا شخصيا وفي ناس منهم انا شخصيا كنت انا وربيع ياسين كنا هنمشي بعد ما شفنا المنظر ده، كنا هنسيب المطار ونمشي. كانت الشنط طلعت الطياره وبرضه كان هيبقى موقف مش كويس. يعني احنا يعني وبعدين هو ماتش لا مش تقليلا من قدرهم. لا انما فكره اصل اللعيبه لا يعني الفن ده الفنانين يروحوا مهرجان سينما يروحوا مهرجان معلش اللعيبه في اوضهم عايز يروحوا بس عندهم المحمول بيقول ان في مهرجان تحت هم عايشينه. لا يعني انا بتكلم برضه الفنانين مش ده مجالهم. يعني المجال مثلا هو رايح مهرجان سينما رايح مش عارف ايه، لكن ده كاس عالم عاوز بقى يروح هو يروح بطريقته يروح يتفرج بس. لكن نخش شويه على نعم على الكره المحليه شويه كده بسرعه نلمس في قرارات مهمه جدا. تبدا بشراء نادي بكامل الحقوق وتغيير اسمه في الدوري. معرفش طبعا في ناس حاولت انها تسرع من منظور القانوني ان دلوقتي الاهرام ده ما طلعش. ده اللعيبه انت خدت اللعيبه بتاعه النادي ده بتلعب بيها، انما اللعيبه كانوا فضلوا. يعني هو زي ما بيحصل كده في انجلترا او في اوروبا، انت بتشتري نادي باسمه من الزاويه القانونيه دي. انا ما فهمهاش. لا ده قانوني، يعني ده قانوني. لا يعني انا لو خدت باريس سان جيرمان بس ما غيرش اسمه وسميته حاجه تانية قانونه ايه؟ ما لا هو انت تغيير الاسم ده في لوائح اتحاد الكوره مسموح بيه، ان انت ممكن تغير اسم النادي بتاعك ده في لوائح اتحاد الكوره. اللي هو مسموح. اللي هو ايه بقى النادي؟
اللعيبه لا يعني النادي كله بملعبه بالاستاد بتاعه بلاعيبته باصوله بكل حاجه بيشتري النادي كله مش دي بيشتري دي يعني محيار لكن لا 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 خلاص لا لا هو قانوني اذا قانوني ماشي. قانوني لكن الوضع ده استاذ كابتن عادل يغير في الاستراكشر او في 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 تكوين الدوري او الكره المصريه هيؤثر ازاي يعني؟ انا شايف انه تاثيرها هيبقى تاثير ايجابي ايجابي طبعا لان هو في نقطتين في النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها في الاول وهي شده المنافسه شده المنافسه الحاجه الثانيه انا بشتري لاعب اللاعب ده انا بشتريه برقم كبير ندي مثلا النادي المصري لما انا هاخد لعيب من النادي المصري ب 25 مليون مثلا 25 مليون النادي المصري بيعاني ازمه ماليه هتحل له هيجيب له المكان الباك ليفت اللي انا اخدته منه هيجيب له 3 4 هو محتاجهم فراوده وباكات وجول اذا النادي الجديد اللي هو الاهرام هيستفيد والنادي اللي خد منه اللعيبه هيستفيد ويا ريت بقى ايه كل الانديه الشعبيه يبقى فيه مستثمرين يجي يشيلوا الشله دي هيبقى بيه في الدوري بتاعنا ما هو انت هيبقى في جامد الشعبية قوي. ده السؤال الثاني بقى الانديه الشعبيه ما اقدرش الانديه الشعبيه وانا كان ليا موقف انا ما بيعش حقوق اقل الا اقل من يعني لازم النادي الشعبي يبقى يمتلك 51% من الحقوق مش لا ده في حاجه بس بقى عشان مش الجانب القانوني انا ما بتكلمش الجانب القانوني انا بتكلم ان انا هيجي مستثمر لا يملك مجلس اداره نادي شعبي اللي هي الانديه اللي هي اللي صغيره النظام الاساسي الا مش المشهره وفقا لقانون الرياضه لا كان اعتراضنا هنا في البرنامج على النظام الاساسي اللي كان مطروح خلال المجلس السابق ان الماده العشرة كانت تسمح انك مجلس الاداره ياخد قرار ببيع الكوره لا انت لا بص يا كابتن في فرق بين ان انا ببيع النادي وفي فرق بين ان انا بجيب مستثمر للفريق لفريق كره القدم مستثمر ما انت بتجيب مستثمر دلوقتي ماشي ماشي بس انت ما تشتريش النادي ده نادي اجتماع ونادي اذا انت لا. انا بقول ايه اذا عايزين نحوله الى نوع من الشركات المساهمه بشرط ان الانديه الشعبيه يبقى لها 51% طبعا ما هو ده القانون كده هو مش انا ما اقصدش ان هو يشتري النادي هشتري النادي هشتري النادي اجتماعي لا هشتري القانون كده ده اللي انا اقصده ان هو هيجي الراجل المستثمر ده هيجي يشتري فريق كوره كابتن عادل نعم ما هو زي الامارات ما بتروح الدوري الانجليزي حلو قوي حلو قوي تعمل استاد وتعمل كلام جميل كلام جميل هل انت الاهلي مثلا زي الاسيوطي يقدر يبيع الكوره يبيع الفريق الاول بس كشركه يعني يعمل شركه لا ما بيبيعش الفريق كده يعني ما تجيش واحد يشتري فريق الكوره ما ينفعش لا طبعا بتعمل شركه ايوه هتتعمل شركه وكل حاجه وانت عارف طبعا هيبقى في من مجلس الاداره بيبقى في عضو منتدب في الشركه دي ده لو انت ليك 51% بالظبط ما هو لا ما هو انت ما كان لكش 51% انسى صلاحياتك على فريق الكوره هتنتهي لا هو لازم يكون ليك 51% اذا اذا فالقانون اصل انا ليه بقول كده النظام الاساسي اللي كان مطروح القانون بيقول يبقى لك 51% ما كانش مطروح هل الانديه من حقها نظامها الاساسي يغير حاجه زي كده لا لا واذا كان من حقها هل ده الصح ولا الغلط لا هو طبعا هو في حاجتين بقى دلوقتي احنا عندنا انديه شعبيه وانديه خاصه النادي الخاص ده يبيع النادي كله يعمل اللي هو عايزه ده فلوس الراجل النادي الشعبي ده بيستثمر في الفرق بتاعته بيجيب راعي او بيعمل شركه مساهمه تبقى هي مثلا شركه الاهلي لكره القدم خلاص هي بقى الفريق ده تبعها الفريق الاول وتبعها مش عارف عامل مصنع ملابس عامل شركه تكوين الشركه دي شركه نعم الشركه دي بتتكون من بيبقى فيها عضو منتدب من ما هو مجلس عشان الإدارة. يبقى عندك عضو منتدب انا عايز اوصلك ما هو لازم لنقطه لازم هو طبعا انت عارف القانون لا يسمح بقى في الشركه ديت ان يكون فيها اعضاء مجلس اداره ما يبقوش اعضاء فيها ما هو دي شركه الاهلي الانتاج الاعلامي مش دي المشكله ابدا صلاحيه سيطرتك عليها انت مع انك تبيع معظم الاسهم ولا لازم تحتفظ بعلى الاقل 51% انت قرارك انت قرارك انت لا انا هنا بقى انا هنا انت عاوز تعملها تلزم بقى القانون الله يلزم. انت لو انت لو انت 49% خلاص النادي ده يتعمل فيه اي حاجه واحده انا دلوقتي ما اقدرش افرض عليك حاجه افرض ان انت عاوز تخلص من فريق الكوره
ومش عاوزه مش عايز وجع دماغه. ما هو ده الخطوره. ما هو الخطوره بقى انت ما انت لازم تحافظ على نفسك بقى. انا مين؟ انا دلوقتي جيت مسؤول انا النهارده عادل القيعي بقى مسؤول عن النادي الاهلي عن النادي الاهلي. اخد فريق الكوره بيعه والنادي الاهلي خلاص يبقى ملوش كنترول عليه ولا لازم ما انت بتحكمك ما انت دي بتحكمك بقى ان انت كنادي شعبي ونادي اجتماعي خلاص بيحكمك انت بتحكم نفسك. هيقول لك خد اعمل اللائحه بتاعتك. هيقول لك خد الجمعيه العموميه مش انت الجمعيه العموميه احنا قلنا القانون خلي الجمعيات العموميه صاحبه القرار. يا سيدي انا بتكلم في الصح والغلط دلوقتي. افرض جمعيه العموميه انا بجمعها بشكل معين ما هو ما الجمعيه العموميه انت ممكن 6000 واحد. انا بقى القانون بقى ما افترضش كده يا كابتن عدلي. القانون احنا كنا يا سكر رضوان احنا كنا في الموقف ده احنا مش بنتخيله. النظام الاساسي للنادي الاهلي الماده 10 كانت بتقول ان من حق مجلس الاداره كان الجمعيه العموميه هتعتمد اللائحه اللي بتقول النظام الاساسي بتاع مين؟ مجلس اداره النادي من غير نسب. هل ده صح ولا غلط؟ طب ما ده غلط ولا صح؟ ده خطأ من الجمعيه العموميه. غلط طبعا. سيبك من الجمعيه العموميه بقى ما هو لا كمجلس اداره غلط. استاذ رضوان الجمعيه ايه العموميه مش دايما بتيجي ما انا بص يا كابتن عدلي انا اما بنعمل قانون انا هنا بضرب ناقوس خطر تاني. اي نظام اساسي لا يسمح بسيطره الانديه الشعبيه اللي هي اجتماعيه رياضيه خصوصا ان كلها في يعني اي فريق في اي شركه تنتج يعني انت ترضى في اي شركه بس لحظه واحده عشان الخص فكرتي وهسمعك ان مع الاقل يكون لها 51% ارى ان هذا سيدمر الانديه. اعمل اللائحه بتاعتك كده لائحه النظام الاساسي بتاعتك الجمعيه العموميه تاني يا بص استاذ رضوان انت عايده اوعى تقول لي اعمل لائحتك انت لان انت تقول ممنوع انت في مجلس الشعب استاذ رضوان ما تقوليش اعمل اللي انت عايزه يعني استاذ رضوان انا راجل النهارده راجل اعمال طب لحظه وهعرف الم جمعيه عموميه لحظه لحظه هل ينفع اعمل القانون ابقى واصي على الجمعيات العموميه؟ ايوه يعني افرض وصايا على الجمعيات العموميه ما انت القانون بيقول 51% الله اللي انت معتمده. طيب ما تبقى اللائحه اللي تخالف ده تبقى لائحه باطله. استاذ رضوان كاد ان يمرر هذا البند وكان ممكن النادي الاهلي النهارده يبقى سين من الناس يمتلك الكوره. واقعد انت بقى في كراسيك وشماسيك. ده خطر. بس انا بقول لحضرتك لا ما انا بقول لحضرتك الجمعيه العموميه بتملك من الوعي. انا بقى عشان الخص لك بقى النادي الاهلي بصدد انه يعمل نظام اساسي جديد. انا بقول للمجلس الاداره من فضلكم تنبهوا ان لازم النادي في اي شركه تنشا يكون له زياده عن 51% لان بصراحه اعمل اللائحه بتاعتك كده دونها حياتي صح. انا على المستوى الشخصي طيب طبعا. صح كده صح كلامك صح طبعا. الجمعيات العموميه اكيد انا متاكد 1000000% ان الجمعيات العموميه بتاعت الانديه الشعبيه هتمشي على نفس النهج. انما انا ابقى زي الانديه الخاصه اللي عايز يعمل حاجه يعملها لا لا طبعا لا لا انت وراك شعبيه لن تسمح بالكلام ده يعني ده انا ورايا تاريخ اهم تاريخ من كل الكلام ده تاريخ كل. وشعبيه تاريخي ده عمل لي مليار جنيه بس انا عايز اوضح تاريخي حاجة. هو اللي بيجيب لي طبعًا. القيمه الاعلى عايز اوضح حاجة. عايز اوضح حاجه يا كابتن عدلي بالنسبه لما يقال ان الموضوع ده هيدمر الانديه وان ده هيبقى على حساب الانديه الشعبيه الكبرى اللي هو بتاع الشارع بقى النوادي والكلام ده لا بضوابط ما انا هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك يعني الموضوع ده لن يؤثر. انت كنادي اهلي وكنادي زمالك دول اكبر ناديين في مصر هو اللي ممكن يتاثر الانديه زي المصري انديه الاقاليم لا بالعكس انا شايف ده ممكن يستفيدوا من دي ما انا هقول لحضرتك انا بتكلم ليه الاهلي والزمالك لان الاهلي والزمالك عندهم امكانيات ماديه كبيره جدا ويقدروا يستقطبوا مستثمرين ويشتغلوا بالطريقه اللي بتقول عليها ان انا املك 51% من اسهم الشركه لكن ممكن الكلام ده ما يقدرش يعمله الاتحاد السكندري يعمله او يعمله النادي المصري اي نادي يقدر يعمله بس التفاوت هيبقى في الكابيتال في راس المال أيوة. لما تطرح 49% من اسهمك تقدر تلم المبالغ انا اسس الشركه وخصوصا ان لو دخل رجال اعمال يستثمروا هيبقوا حريصين على فلوسهم بالظبط في تجربه تاريخك لكن انت في تجربه الناس اللي بتقول لا انا عايز اوضح اكمل فكرتي الناس اللي بتقول ان الاهلي والزمالك ان الموضوع ده معمول عشان يوقع الاهلي ومش عارف لا ما حدش قال كده لا في ناس قالت كده
في ناس قالت كده. انا مش بناقشها دي. لا ما انا بقول لحضرتك الاهلي لن يمس بالكلام ده، لان الاهلي عنده حاجتين ميزتين، عنده امكانيات ماديه وعنده امكانيات جماهيريه ضخمه. انا موافق. يبقى اذا النادي الخاص ده وكل اللي هيملكه ايه؟ ان هو عنده امكانيات ماديه بس، لكن في جماهير، في قاعده شعبيه. هتيجي الجماهير لو جت نتائج هتيجي. نعم. لو جت هتيجي. لا يعني التجربه. لكن انا عايز اقول انا معاك موافقك تماما ان احنا نبص على العنصر اللي يستفز فيا التحدي بالزبط. ان انا ابقى في مكاني وان انا اشتغل وورايا شعبيه تقدر تعمل لي اللي انا عايزه وجماهير تقدر من A to Z تديني احتياجاتي لو انا اتصرفت بشكل سليم. والاهلي اللي عمله في الرعايه والبث اعتقد ان ادالنا المؤشر. كان في تجربه باشمهندس عدلي في الجزائر، بتيجي شركه مثلا ليها ارباح كتيره زي سكه حديد او اتصالات او اي شركه من الشركات اللي موجوده في نفس الدوله، تيجي على نادي شعبي وتدعمه بالنسبه اللي انت بتقول عليها 48 و51 او 49 مطلوب. فهي اولا بتعمل اعلاناتها طبعا وضرايبها وكل حاجتها من خلال الاعلانات، والنادي ده اللي بيلعب باسمه هي بتدعمه. لما يجي بقى حد من بره وبرضه بنفس النسبه، مش هو اللي هدير ده، انا اللي هدير، بس هو بيدعمني بطاقه ماديه وباعلانيه. لا هو بيديره بيراقبني ماليا بقى، هكسبه ولا خسره؟ هل دي فيها ضرر؟ لا ما فيهاش ضرر، بشرط ان تحتفظ بالنسبه اللي تتيح لك القرار. تمام. اشكركم جدا، والى يوم مباراه مصر والسعوديه اللي هي هتحط نقاط على الحروف في حاجات كتير جدا، لكن حتى الان مش عايز الناس تزعل قوي من النتائج اللي حصلت. احنا علينا سقف التوقع عند الناس شويه، ولا والظروف ما كانتش مساعدانا يعني، وزائد ان انت يعني برضو كان ممكن تخرج بنتائج افضل بالتأكيد. لكن ما اريد ان اشير اليه او اؤكد عليه ان كوبر لا يصلح للاستمرار مع منتخب مصر. ده موضوع تاني بقى عندكم في مجلس الشعب نقشوه. ان شاء الله. لجنه الشباب والرياضه عندها شغل مهم جدا الفتره الجايه. طبعا الفتره اللي جايه دي احنا ان شاء الله هيبقى في جلسات استماع، وخصوصا في وزير رياضه. ايه رايكم في تغيير وزير الشباب بسرعه؟ والله شوف هقول لحضرتك، انا طبعا مع احترامي للمهندس خالد عبد العزيز، ده صديق عزيز، و لكن التغيير مش عايز اقول ان هو كان مطلوب، ولكن التغيير سنه الحياه. لكن لا ننكر الدور اللي قام بيه المهندس خالد عبد العزيز في الرياضه وفي مجال الشباب، وبنتمنى طبعا للمهندس. حطوا بقى الرؤيه اللي انت عايزين الوزير الجديد يطبقها. هو عرض، انا اتكلمت مع الدكتور اشرف صبحي وهو هيعرض ان شاء الله الرؤيه بتاعته والبلان بتاعته اللي في لجنه الشباب قريب يعني ان شاء الله. ايه رايك؟ هو دايما في تغيير الوزراء ما يبقاش تغيير افراد، يبقى تغيير سياسات وافكار. انا بقول تماما. شرفتونا، ويعني كاس العالم من هنا هيبتدي بقى يسخن قوي، وهنشوف هترسي على ايه. انت متوقع بطل جديد؟ انت متوقع ايه؟ لا هم الخمس ست دول الكبار. يعني المانيا برضو، المانيا، البرازيل، شايف انا فرنسا ماشيه. فرنسا هم الخمس دول الكبار، لان دول عندهم دكه بدلاء قويه جدا. عندهم وانجلترا، والله وانجلترا دول اللي هيخشوا في دور ال 16 هيبقى ليهم. وزي ما انا بقول لك الكيرف بتاع المباريات بيبتدي يعلى. في ناس وصلت خلاص، في ناس وصلت خلاص. فيعني المجموعه بتاعتنا نتمنى السنغال توصل صوت العرب وافريقيا. بيلعبوا يا رب يكملوا ويقدروا يتأهلوا. نتمنى ويبقى مفارقه من فريق خرج من تصفيات كاس العالم ورجع بقرار من فيديو بتاع ضربه جزاء مشبوهه وتعادت المباراه. بس ده حصل للسنغال. هل ممكن يحصل لمصر؟ لا مستحيل. لا وبعدين ضربه الجزاء مش هتقدم ولا تاخر يعني. لا مش عارف النظر. لا انا بتكلم في ايه؟ ان ده ماتش كان انتهى يعني ده اول قرار من نوعه في تاريخ التحكيم. على اي حال كل ما نتمناه للكره العالميه والمصريه تحديدا. لا بس ماتش مصر والسعوديه ده هيبقى نقطه فارقه في مشوار منتخب مصر. هتفرق معانا باذن الله. انا معاك في هذا الامر، ونتمنى موسما قادما عادلا
من اتحاد الكره لكل الناس. دوري مجموعتين بقى ان شاء الله. والله انا مش شايف حل تاني غير كده بالظبط. بس عايز بقى مش كل مجموعتين في كذا نظام يعني. لان هو لازم تختصر الدوري على اي حال. ده همنا الوقت واحنا عدينا بشويه. فاكرر شكري لحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين، والى مباراه مصر والسعوديه ان شاء الله. ربنا شاكرين جدا. شكرا. تصبحوا على خير ومع فوز نتمناه.